مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في هذا الملف الخاص برحيل الرئيس الباجي قايد الشبسي إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته عودة على الأحداث المتسارعة اللي عرفتها تونس خلال الأيام السابقة بوفاة البجبوش كما يحبوا التوانسة له رجل ترك بصمته في تاريخ تونس الماضي والمستقبل بوفاته شعر وشاف ولاحظ التوانسة أنه احنا خطونا خطوات كبيرة في طريق الانتقال الديمقراطي بدءا بالانتقال السلس والسريع للسلطة ثم بتعيين موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة ومرورا بموكب جنازة تنظيم موكب جنازة مهيب يليق يليق بتاريخ ونضال الرجل اليوم مش باش نكونوا عندنا حوار والا نقاشات اليوم نحبوا شهادات نحبوا ذكريات حول الراحل البجبوج من الناس خدموا معاه عرفوه قربوه يمكن ايضا تقاسموا اراءه وافكاره عديد من الضيوف يكونوا بحذانا منهم السيد انيس المقعدي الناطق الرسمي باسم الامن الرئاسي مرحبا بك حاضر معنا باش يبدا معنا ثم ايضا عندنا طوال ساعتين تقريبا ساعتين السيد الطيب البكوش الامين العام اتحاد المغرب العربي السيد ابراهيم بودربالة عميد المحامين السيد سمير الشيف الامين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل ايضا مش يكون معنا كمال العيادي رئيس الهيئه العليا للرقابه برئاسه الجمهوريه والسيده راضيه الجربي رئيسه الاتحاد الوطني وال... للمراه وايضا باش حق بنا ان شاء الله السيده وداد بوشماوي رئيس اتحاد الاعراف سابقا سيانيس قبل ما نبداو خلينا نشوفوا هالفيتيير هذه ثم نعود ونبداو معك الحديث يعني هذه بطاقة تعريف إذن موجزة للرئيس الراحل الفقيد الباجي قايد السبسي وسيرة ذاتية مختصرة جدا للسياسي المحامي ورئيس الدولة الذي توفي في عيد الجمهورية وشنو تحمل من رمزية أنتم في الأمن الرئاسي وبرشا حديث وبرشا كلام تقال على الأمن وكيفاش الناس شافوا الأمنيين يعني الحراسة المقربة اللي تبعته حتى آخر لحظة إلى مثواه الأخير وخلينا نكون صرحاء لاحظنا اللي ما هيش علاقة مهنية فقط فما علاقة أخرى كيني علاقة أبوة أو علاقة صداقة أو علاقة قرابة أنتم من موقعكم كيفاش لنا شنو اللي صار وشنو علاقة الراحل بالأمن الرئاسي أنا في البداية نحب أن نترحم عليه وبالحق معنا كي تشوف السي في متاع الـ البيجي قايد سبسي تفتخر كونه معنا كنا أتحتنا الاقدار كوننا نخدموا تحت امرته ربي يرحمه واكيد هي العلاقات معنا بين الاعوان والاطارات لدار العمل امام رئيس الدوله والشخصيات الرسميه بسياده الرئيس الراحل البيجي قايد السبسي هي ماهيش علاقه مهنيه فقط هي علاقه مهنيه وكذلك علاقه انسانيه بحكم احنا نتعاملوا معاه مباشره خاصه السانتور معناها القريبه منه ولا الحراسه المقربه منه يتعاملوا معاه مباشره وبريسك معناها ي... يعديوا معاه 12 ساعه معناها يوميا دونك تتكون علاقات انسانيه بينهم وبين سياده الرئيس ربي يرحمه أكيد البيجي قيس مش باش نحكي عليه الناس كل تعرف طبيعته وتعرف ما قدمه لتونس كان كانت المعامله كان الحق معنا يعاملنا باحترام يعاملنا كاولاده واحنا زاده وصلنا معنا نتعاملوا معاه كبونا وربي يرحمه وان شاء الله احنا نواصلوا العمل نتاعنا بكل حياد وبكل موضوعيه وبكل اجتهاد يعني لو كانت تحكي لنا كيفاش كان التعامل اليومي مع الرئيس الراحل يعني انتم اقرب الناس ليه ولين ما ثماش حويج معنى سبيسيفيك الحق بعد شي يحكي ثم حويج ما ثم <applause> ما خاصة معناها يمكن ما تحكيش ولكن انا نحب نركز كون العلاقه معناها بسياده رئيس الجمهوريه كانت خاصة مع الناس الحراسة الخاصة مع المقربة منه كانت علاقة معناها في كنف الاحترام والتقدير كما قلت هي علاقة انسانية انت تتعامل مع شخصية يوميا اكيد معناها ثم تواصل مباشر بينك وبينه باجي قيس الناس تعرف اللي هو معناها انسان ذكي انسان ضامر انسان صاحب, صاحب نكته آه نكته دونك معناها يدخل في قلوب الناس الكل هذاك يمكن الشيء اللي خلى الاعوان وإثارات وافراد الاداره العامه معناها يتاثروا اثناء الجنازه وما ينجموش يخبوا معناها العاطفه هذه الكبيره اللي اللي هي في العاده في العاده نعرفوا الامن الرئاسي يخبوا يعني هذا في صلب خدمتهم هو اكيد هو ايهاب احنا رانا ما خدمنا مع كثير معنا من من الرؤساء وديما كنا نتعاملوا بحياد وبمهنيه وبحرفيه معناها دورنا ولكن ديما ثم جوانب معناها انسانيه مع الرؤساء هذوما يمكن البيجي قايد السبسي بوفاته كرئيس جمهوريه هي هذا الشيء هو اللي خلى معنا الجانب العاطفي هذا يظهر ولكن العاطفه هذه معنا مع اغلبيه معنا الرؤساء اللي مروا بقصر كرتاج ديما فما علاقات انسانيه تتكون بينهم وبين المرافقه السلطول المقربه معنا واللي يتباشر فيه يوميا. وهل كانت فما ترتيبات خاصه يعني بوفاه الباجي قائد السبسي يعني شفناهم رافقوه للاخر هل هذه برغبة منهم الحراس الشخصيين أو هذه الترتيبات العادية هو ايهاب الاخر الاخر لحظه شفناها احنا كنا نحيوا الجانب نتاع العاطفه دونك جنازه سيد رئيس الجمهوريه هي مهمه رسميه تكفلت اه بها الاداره العامه أمر رئيس الدوله والشخصيات الرسميه والمرافقه الخاصه كان من واجبهم معناها الوقوف بجنب الشخصيه اللي امنوا فيها حتى لو كان الشخصيه هذه وقتها في حاله وفاه وكانت معناها جنازه هذه معناها واجبنا وهذه خدمتنا احنا ما هيش معناها صوره اخرجناها احنا للناس بكيفيه معينه ولكن هذه دولتها بطبيعتها ماهيش هذه هي الحقيقه احنا نحب نحكي شويه على الاداره العامه الامن الرئيسي يمكن معنا في ظرف ثلاثة ايام كانوا عندنا اربعه ولا خمسه مهمات كبار المهمه الاولانيه هي خروج الجثمان من المستشفى العسكري في اتجاه قصر كرتاج انت تعرف التنقل بتاع الرئيس دونك مهمه رسميه المهمه الثانيه هي مهمه التابين وانا نسميها قمه مصغره انت تعرف معناها يزور رئيس دوله تونس فما مهام كبيره منا بعهده الامن الرئيسي في تامينه فما بالك منا بمجموعه هامه من الرؤساء والملوك والشخصيات وفي ظرف وجيز يعني في ظرف وجيز معناها تنظمت وكان كانت انا سميتها قمه مصغره واشرف عليها الامن الرئاسي ونجحت الحمد لله كذلك المهمه تمرير السلطه زاد مهمه زاد اشرف عليها اشرف على تامينها الامن الرئاسي في مجلس مقر مجلس النواب الشعب وكانت مهمة زادة كبيرة كذلك تسلمنا معنا في نفس اليوم تسلمنا مهام تأمين الرئيس الجديد صحيح معنا هو من قبل رئيس مجلس النواب وهو تحت إشراف معنا الأندريسي ولكن حتى بروتوكوليا التأمين تاع رئيس الجمهورية م. مش كيما تأمين رئيس مجلس النواب ولا رئيس الحكومة هذا يعني معناها ما متعرف عليه دونك هذه المهمة أخرى تسلمناها احنا في في نهار موكب الجنازه معناها وصلنا معناها الجنازه لل وكملنا واجبنا كامل معنا في مقبرة الجلاز ورافقنا معنا رئيس الجمهورية في العودة نحو مقر سكنة مهمة الجنازة الحق معنا هي كانت عمل مشترك بيننا وبين وزارة الدفاع الوطني ورفيق السلاح بالجيش الوطني حقيقة <applause> اللي خاصة خاصة كونه السيد رئيس الجمهورية هو القائد على القوات المسلحة وكانت ترتيبات يلزم تكون جنازه عسكريه دونك مم. نحب نوجه تحيه اكبار واجلال لجيشنا الوطني وخاصه الفوج الشرف اللي حقيقه معنا قام مجهود كبير, يعني. كبير كذلك زملائنا بوزاره الداخليه كسواء من حرس وطني ولا امن وطني ثم برشا ناس معنا يمكن الامن والحماية الوطني والحمايه الامن الوطني والحمايه المدنيه الامن الوطني مختلف معنا الوحدات نتاعو يمكن هو اللي يظهر في الجنازه ولكن زملائنا زاد في الحرس الوطني تعاملنا معهم ودعمنا يعني في حمايه كل اللي الشخصيات اللي كل الاطراف اجتمعت من اجل يعني نجاح الموكب المهيب هذا كما قلت انت نهارين يعني تقريبا شفتوا فيهم كل شيء. صحيح يعني ما, ما تصيرش معناها حتى في تاريخ الشعوب المسائل هذه مش بسيطه يعني ما تصيرش بين نهار وليله وما تصيرش كل يوم. احنا المهم هو كون المهام هذه اللي قمنا بها كانت النتيجه كونها خدمه معناها ناجحه 100% والدليل كونه التلفزه الوطنيه اليوم اللي تستضيفنا باش نحكيوا على النجاح الامني هذا وهذا مش غريب على توانسة توانسة ديما في المحافل الكبرى يظهروا اللي هما ناس وطنيين وقادرين قادرين على العمل وقادرين على الابداع ودار العمل الرئيس أفرادها هما من أبناء الشعب, الشعب التونسي. إن شاء الله تزيد تترسخ معنا ثقافة العمل في المؤسسات الكل وتكون الحرفية والمهنية والنجاح هي معناها كما قلت حبينا زاد كما واكبنا يعني موكب موكب الرئيس الراحل وأمنا أكثر من أربع ساعات بث. حبينا نكملوا في التوجه هذا يعني طيلة أيام الحداد. وذاك عليه استضفناك وصدفنا شخصيات سياسية أخرى باش نحكيو على الموكب وعلى الرئيس وعلى تاريخه يعني خلينا نرجع اليوم زاد شفنا صور فما عملتوا تابلو للسيد الرئيس الراحل قدام القصر وكيفاش خرجوا زوز الأمنيين ويحيوا فيه أنا كي قلت لك حتى التلفزة ولا غيرها من وسائل الإعلام يعني إيه الوطنية إيه ما عملوهاش هيش راهو بالعاني يركزوا عليكم هذه حاجات لحظوها تلقائية هو تحكي على الفيديو نتاع زوز زملاء نتاع المرافقه الخاصه اللي تيلت معنا تولي سياده رئيس الجمهوريه المهام كرئيس الجمهوريه كانوا هما مقربين منه احنا الفيديو هذاك بطلب معنا من الشعب التونسي شاف معنا الصور اللي صحيح خرجت صحيح. ودارت حبينا نظهروا اللي راهو الامن الرئيسي مش كما قبل قبل يمكن قبل في النظام السابق كنا مسكرين على رواحنا ما تمش إيه. تواصل بيننا وبين الشعب كانت ثم برشا هلاميات الناس كل واحد يشي يتخيل يحكي وظهرت خاصه بعد الثوره نتاع 14 جون في الاتهامات الامن الرئاسي وعندهم وفيلات وما ادري شنيا والكلام هذا كله الكبير حبينا نظهروا بالعكس اللي معناها الامن الرئاسي راهو المرافقه الخاصه ينجم يكون معناها ولد الشعب ولد حومه شعبيه وهم ناس راهم ولاد الشعب ومتواضعين ورانا نحسوا معناها كيما تحس الناس معناهاش كيما يتصوروا الناس اللي احنا معناها آلات ولا ماكينات ولا كذا كما سو بعد الثوره لمن رياسي معناها يهاجم في الناس بالكرتوش باش يحافظ على نظام بن علي بالعكس احنا نكون كيفنا ولا اكثر يمكن من ناس اخرين احنا هو حافظ بعد و... الثوره حافظ على النظام الجمهوري الامن الرئاسي صحيح احنا كان تحكي تحب تحكي الامن الرئاسي في في بعض من بعد الثوره من تسع سنين هذه احنا تاريخ معناها صانع الامن الرئاسي ثم لحظات مفصليه مرت بهم تونس كان الامن الرئاسي ديما حاضر في 14 جانفي وقت اللي صارت <applause> الثوره والموقف اللي تحطينا فيه موقف ما تتمناش ولا عدوك كونك انت ما عندك واجبات تامين وحمايه رئيس آه. الجمهوريه ومن جهه اخرى عندك واجبات تجاه تجاه الشعب اللي خرج وثار على النظام دونك احنا يمكن النتيجه اللي, اللي صارت بهروب بن علي هي اللي ما منعت منعت البلاد وخلت الامن الرئاسي معناها يقوم بواجباته ومهامه الدستورية في تأمين رئيس الدولة لآخر <applause> لحظة ولكن زاد ما وصلناش معناها باش وقفنا معنا في وجه الشعب ولا دخلنا في كونفرونتاسيون معاه والحمد لله كذلك ثم حدث السفارة الأمريكية الناس تذكر معنا إلى جانب الدور الأساسي نقول يعني يعني الوحدات التدخل والأمن الوطني تذكر الدور نتاع الأمن الرئاسي اللي منعنا من كارثة وفضيحة دولية خلي لك الكلمة الأخيرة يعني أنت بيدك لاحظت فما انتقال تونس ما بعد الثورة ما قبلها حتى في الممارسة حتى في خدمتكم حتى في علاقتكم بالشخصيات الرسمية ورئيس الجمهورية الكلمة الأخيرة لك أنت انا قلتها قبل قلت لي ما ثم حتى حد مليك احنا كنا كنا غالطين قبل الثوره ولكن كل واحد يصلح روحه يحاول يصلح التاش اللي عنده في صلب المؤسسه تو تصلح المؤسسه الكل البلاد بشويه بشويه تو تمشي في اتجاه باهي الحمد لله اللي الوضع اللي فيه احنا اليوم خير ب مره من الوضع اللي موجود في العديد من الدول اللي مر بهم الربيع العربي احنا نتبناو ثقافة الديمقراطية ثقافة الجمهورية في كل حالات وضع الديمقراطية خير من وضع السبيس خير بألف مرة أنا أنا نعودها نقول خير بألف مرة م. احنا كأمنيين على الأقل نتحدث على مستوى الأمن لأني نعرف الناس غادي متبنين الثقافة الديمقراطية ثقافة الأمن الجمهوري وإن شاء الله باش نكونوا ديما موجودين لحماية الجمهورية وحماية المسار الجمهوري والديمقراطي سي أنيس المقعد الناطق الرسمي باسم الأمن الرئاسي شكرا لك اذا نكمل نقاشنا مع ضيوف اخرين نشوفوا ساعه في ثم نعود نحمد الله على ما حبانا به وسنواصل ان شاء الله العمل من اجل ان تتم العهده هذه خاض رئيس الجمهورية أم معاركه مؤخرا بتوجيه رسائل الطمأنة من قصر قرطاج ففي ظهوره التلفزي قبل الأخير أكد اتصاليا أنه يمشي كتفا بكتف مع أزمته الصحية وسيتابع مسؤولياته على رأس الدولة حتى منتهاها بعد خميس صعب على وقع أزمته الصحية وعمليتين إرهابيتين غادرتين وما سمي بحالة الاختناق الدستورية العابرة زال حالة الكسوف الانتخابي قبل رحيله بإمضائه الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية وقطع الشك باليقين لأهم استحقاق سياسي تناغما مع الموافقة التي تمثل عرف التعامل تونس لا تساس إلا بالتوافق العريض التوافق العريض بدون إقصاء محمد الباجي بن حسون قايد السبسي اسم قطاري طويل طول حياته السياسيه عمرا غادر عن ما يزيد عن 92 عاما جمعا قضى ما يفوق سن تقاعد في السياسه ومحافلها ونصفها كرجل من رجال الدوله يتنقل مسؤولا بين اعمدتها جمهوريه التونسيه رابعا زمنا عايش الفترات الاستعماريه والملكيه والجمهوريه والثوريه ثم الانتقاليه نهايه الدائمه عبر الوصول الى كرسي قصر قرطاج ليغادر تزامنا مع عيد الجمهوريه مع مطمح شق تونس طريقها نحو التقدم. القرن واحد وعشرين لان العالم قاعد يمشي. مسارا تخرج من كليه الحقوق بباريس منتصف القرن الماضي ليمتهن المحاماه وناضل صلب الحزب الحر الدستوري الجديد. قبل ان يتولى عده مسؤوليات في الدوله اهمها حقائب الداخليه والدفاع والخارجيه كان الراحل من المؤمنين بالاصلاح من الداخل صلب الحزب الاشتراكي الدستوري زمن الحزب الواحد ما ادى الى تجميد نشاطه ليقود المعركه من الخارج صلب حركه الديمقراطيين الاشتراكيين ثم عاد مجددا للعمل الحكومي سنوات الانفتاح بعد رئاسه البرلمان اوائل التسعينات اعتزل طوعا السياسه وانكفا للكتابه وتدوين المذكرات لكنها استدعته مجددا من باب اكراهاتها فترة الانتقالية وصولا إلى إنجاز أول انتخابات حرة وديمقراطية الراحل البرغيبي المدرسة والفكر والتأثر ظل يعتمد فلسفة سياسية براغماتية بسيطة تملأ ما هو فارغ وتفرغ ما هو ممتلئ وكرر في مناسبات صعبة عرفتها البلاد أن قلب رجل الدولة يجب أن يكون برأسه في أحلك الفترات أنا ما قلتش أما تعلمت عليه وكل ما تعلمت تعلمت عليه وتواصلا مع ما اعتبره دفعا نحو الأمام دفع بمشروعه للمساواة في الميراث لما اعتبره نقطة تحول أخرى في تاريخ البلاد إذا كان ثم شكون خلال المبادرة باش يحب يسوي بين في الميراث بين المرأة والرجل لأنها الدستور يقول لك والدستور يعني فصول امره على ظل الفقيد مؤمنا بارساء جسر عبور في المراحل الصعبه رغم الازمه العارضه لعدم ختم تعديلات القانون الانتخابي وباعاده انتشار سياسي لجميع حاكمين ومعارضين لا جامع لهم سوى الوطن ورمزه العلم عن علم نتمسكوا به مرحبا بكم مجددا في هذا الملف الخاص برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي واللي تواصل معكم حتى الثمانية متاع الليل وفي عديد الشخصيات اللي كما قلنا عايشة الرجل عايشة البجبوج وخدمت معاه وتعاملت معاه وتقاسمت أفكاره وأراءه ويلتحق بنا الآن السيد الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي مرحبا بك اهلا وسهلا كان هذا التقرير زميلنا فاتين حفصية برشا حكايه تحكي فيها البورقيبي الذي كان يامن بالديمقراطيه ويقول كان ديما تونس لا تساس الا بالتوافق هذه من اهم محاور السيد الباجي قايد سبسي انت خدمت معاه برشا تقريبا يظهر من السبعينات والستينات واكتشفنا اللي هو كان ولا يمكن قبل انت انت قول خير لا في الحقيقه قبل 2011 آه. التقينا مرتين بيه. مرة زارنا في مقر الاتحاد العام للشغل قبيل الخميس الاسود ولكن ما كانش وحده كان مع سي احمد المستيري ومع المرحوم حسي بن عمار مه. للقيام بوساطه بين الحكومه والاتحاد قبل الاضراب العام ب 26 جانب 78 وطلب مني الاخ المرحوم الحبيب عاشور ان يكون الى جانبه فك الجلسه هذيك دار حديث فيها المرة الثانية كانت هو زارنا أيضا في مقر المعهد العربي لحقوق الإنسان وقت كان حسيب بن عمار لا يرحمه هو رئيس المعهد وأنا كنت رئيس الهيئة العلمية حضر في محاضرة كنت ألقيها وكان ضيف معنا فيها هذوك زوج مناسبات اللي تلاقينا فيهم أنا نذكرهم أنا مم. فيما بعد بعد 11 معنا في بداية 11 جانفي بدايات 11 جانفي 2011. 2011. 2011 2011 مش جانفي تحدثنا على جانفي في 2011 بعد الثوره بعد ما استقال سي محمد الغنوشي واصبح الفقيد باجي قاد سبسي وزير اول وزير اول نعم يعني كنت انا وزير تربيه ومتحدث باسم مجلس الوزراء هذاك وقتها من ابتداء من ذلك التاريخ بدا العمل الفعلي معه لكن يقول قائل من وقتها حتى 2011 شنو اللي رجع خلاه يتذكرك؟ شنو هي الصفه؟ شنو هي الخصال؟ هو هو يذكر يذكر هذا يذكر لقاءه بي اول مره في الاتحاد يذكرها في كتابه كتابه اي لو بون لو بون ليفري هو تقول تاريخ تجربته في الحكم وخاصة في عهد بورقيبة <applause> هو يشير لهذه الحادثة يذكرها إيجابياً يذكرها ايجابيه وعاود هالي بعد بالتفصيل فيما بعد الشفويه دونك هو في بعد 2011 عيط لك بشد وزارة لا أه. موجود انا وقتها وقت آه. اللي جاء هو انا موجود وزير انت في وقتها وزير اي آه. وزير تربية. وقعدت تخدم معه وقربت اكثر مع نداء تونس بطبيعه الحال لانه يعني كملنا العام مع بعضنا وسلمنا الحكم لحكومه ترايكا اللي يراسها وقتها السي جبالي مم. حمادي الجبالي وبعد انسحبنا التزمنا باش ما نترشحوش التزام اخلاقي ماهوش مكتوب واحترمناه وكانت تقريبا يعني هذا بشهاده الجميع يعني انتقال السلطه بشكل ذاك غير مسبوق في تونس اول مره خاصة في الفتره هذيك الفتره كانت يعني سخونه شوي سخونه بطبيعه الحال من بعد بعد شنو اللي صار بعد طرح لي فكره تكوين حزب ناقشنا فيها مطول كان عندي رأي يختلف شوية ثم بعد وصلنا لصيغة وسطى إن شاءنا هي أنه نكونوا إن حزب ولكن حزب يجمع القوى المشتتة <applause> هذا كان الهدف وقعدت نؤمن شخصيا بفكرة تجميع القوى دائما لأنه إلى حد الآن ونشوفوا هذا في المشهد السياسي الآن تشتت القوى يعني لافت للانتباه ومضر بالحياة السياسية واضح هذا موقف واضح كيفاش كان التعامل معه؟ الحقيقة التعامل سهل مش معناه سهل هو ما كوزير أول 2011 ما يدخلش في شؤون يعني ما يدخلش ولا مرة تدخل ولا أعطاه ملاحظة ولا حاجة لأنه وقتنا نقدموا تقارير يعرف الظروف الصعبة هي بطبيعة الحال قدم تقرير ونطلب شيء يوافق عليه فيما بعد في بعد تكوين نيدا تونس الوضع يختلف يعني الوضع معقد اكثر لانه ثم اختلال في الحياه السياسيه فعلا وما كانش بعض الاطراف السياسيه اللي كانت في الحكم معروفه ذا مش مش سر ما احترمتش الالتزام تاع انها تعمل صياغه دستور وتنظم انتخابات في غضون سنه على اقصى تقدير ما احترموش شيء وهذا علاش ولا ثم نوع من يراء التغول اللي يسموه وقع وقتها والرغبه في البقاء في الحكم ولو بصفه غير يعني قانونيه ولا دستوريه ولا يعني هذا خلق وضع غير طبيعي وتوجدوا بالاضافه الى هذا ميليشيات تمارس العنف صحيح. ضد وقتها. كل من يختلفها باسم حمايه الثوره صحيح. بينما ما عندهاش حتى علاقة بحماية الثورة اللي كانت في البداية <applause> يعني خلق جو توتر وعنف بغير خليكم تتفقوا على مشروع واحد وتقرب للرجل أكثر وتحكي معه أكثر أبي بطبيعة الحال <تصفح> يوميا نلتقي يوميا نلتقيه. احنا ذكرنا في الكواليس وقت باش نعمل الحوار معاه لقيتك أنت بحذاه في المكتب نتاعو صحيح صحيح نلتقي يوميا نتحاوروا ثم الحوارات الثقافية في الاجتماع العام اجتماع مكتب تنفيذي او الهيئه التاسيسيه او الهيئه السياسيه وثم لقاءات التي تقع بصفه فرديه راسا نتحدث في كثير من الاشياء. اهم ما يميز السيد الباجي قايد السبسي؟ انا اظن انه اهم ما يميزه اولا هو اولا يتميز بتجربه كبيره قديمه جدا في عديد المجالات الاداريه والسياسيه داخل تونس وخارج تونس. <applause> في السفارات وغيرها فهذه تجربة ثرية جدا وتعطي يعني بعد اولا دولي بالاضافة الى البعد الوطني ثم تجعل النظرة اشمل او ابعد الى اخره في بعض الاشياء لكن تجربة متاع تكوين حزب جديد هذه تجربة جديدة معناها ما فيهاش تقاليد سابقة الا تجعل يقع استنساخها او يقع الاستفادة منها هي تجربة جديدة بالنسبة لكن كانت فما تجربة لمديس لا لمديس هو ما كانش في في الحزب ايه هو كان مع اللي تسماوا اللي بيرو في ذلك الوقت الصحافة مسميتهم اللي بيرو اللي هما خرجوا من الحزب الدستوري وكونوا مجموعة ديمقراطية ديمقراطية وصفت بالديمقراطيين وبعد تالي ولات في شكل الحزب الديمقراطيين الاشتراكيين هو ما كانش معاهم في الحزب شارك في بكتابات في الراي والديمقراسي اللي كان يديرهم مم. المرحوم حسي بن عمار آه لكن كان في افكار قريبه لهم افكار قريبه باعتبار الديمقراطيه والتعدديه وما الى ذلك بطبيعه الحال فالافكار قريبه لكن الاهداف السياسيه كانت مختلفه هو كان يرى انه هذا من الممكن ان يكون يمارسه الانسان في داخل المنظومة حتى كيف تخرج ترجع <applause> يعني هو الخروج نوع من الضغط المعنوي من أجل تغيير هذا يحكم عليه التاريخ بطبيعة الحال هذا الموقف صحيح يحكم عليه التاريخ ثم كما كنت تحكي التجربة الجديدة اللي هي تجربة نداء تونس وانت كما كنت تحكي قربت له أكثر ترشي في المشروع هذا في نداء تونس ولا بعد تقلد رئيس الجمهورية والحوار الوطني ووثيقة كرتاج الأولى ثم الثانية انه في نهايه الامر حب يكمل وهذه اراء قالوها برشا مختصين حب يكمل المشروع البرقيبي الحاجات اللي ما عملهاش برقيبي يعني المجال مجال الديمقراطيه مجال الحريات يكمل قانون الميراث يعني الحاجات اللي برقيبه ما عملهمش هالنوع من المقارنات انا يظهر لي ما تصحش في المطلق تصح في حدود ما علاش حتى اولا رئيس الجمهوريه الجمهوريه الثانيه أول رئيس الجمهورية في الجمهوريه الثانيه منتخب منتخب من بالطبع بالاقتراع العام ما هو مشترك مع السابق هو الاقتراع العام او مش ديما مشترك بورقيبه ما بداش باقتراع عام مه. ده بتاسيسي بالنسبه للرئيس الثاني بن علي وضع اخر انتقال بشكل اخر اذا نجم نقولوا اول اقتراع عام بصفه مباشره في جمهوريه ثانية لكن بصلاحيات محدودة جدا وهذا الذي يغيب عن الناس صلاحيات اللي تجعله مكبل مقيد وممكن يؤدي هذا أحيانا إلى تصادم مع البرلمان أو مع رئاسة الحكومة وهذا يخلق وضع غير طبيعي هذا من ناحية من ناحية أخرى الشعب التونسي أنا هذا اعتقادي استبطن مفهوم الرئاسية قعد عنده صورة بورقيبة ثم صورة بن علي الرئيس اللي هو مسؤول على كل شيء الشعب التونسي ما استبطنش وما ما استوعبش مش مستبطنش هو استبطن الرئاسية لكن ما استوعبش فكرة رئاسة محدودة بصلاحيات محدود هذا غالبية الشعب ما استوعبته وهذا علاش تحمل رئيس المسؤوليه الرئيس المسؤوليه اكثر من ما يستحق من يعني من الصلاحيات الموجوده في الدستور. الصلاحيات الموجوده يعني ما ينجمش يكون مسؤول على برشا حوايج اللي هو ماهيش من مهامه في الاصل لانه يعني عنده؟ عنده وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه. الخارجيه. هذا اذا كان تحب نعطي هنا راي انا نقول هذا كان خطا رئيس الجمهوريه. وهو قال تحبوا تنقحوا الدستور هو ايضا كان شاعر. بالحكايه هذه وقال اذا تحبوا تنقحوه بعدي انا مش في عادة خاطر يعرف كون الوقت ما, ما, يسمحش ويعرف يعرف كون البرلمان ما وش يمشي معاه مش يلقى الاغلبيه باش تنقح حزب ثلثين واكثر هذا غير متوفر يقول لك لعله يقع بعد ولهذا ربما يقع وربما ايضا ما يقعش لانه انت والنتائج باش تعطي في الاغلبيات في البرلمان بالمشهد السياسي الراهن ما نشوفش انه ثم ومن بعد انت التحقت باتحاد المغرب العربي وقعدت التواصل بالطبيعه بيناتكم التواصل دائما هو اللي رشحني مش التحقت اي رئيس جمهورية؟ هو اللي رشحني بعث رسائل لرؤساء الدول الخمس الملك ورؤساء الجمهوريه الاخرين واقترح اقترح ترشيحي للامانه العامه لأنه الأمانة العامة ترجع إلى تونس حسب اتفاق في فترة محددة سابقة لأنه ما كانش ثم مؤسسة من مؤسسات اتحادية في تونس البنك تقرر في تونس ولكن عنده عشرين عام وما تنفذ كان في أواخر 2015 واضح عشر بينما المؤسسات الاتحادية كل بلاد كان عندها مؤسسات اتحادية فعلة ومش فعلة ذي شيء آخر فإذا قاعدة الأمان العامة منذ ثلاثين عام عن تونس مم. هذا علاش الترشيح عيط لك قال لك راني مش نرشحك احكي لنا تفاصيل يعني تفاصيل اي احنا نحبوا التفاصيل يعني, التفاصيل. يعني احنا تفاصيل التفاصيل التفاصيل يعني يعني كلها يعني. تتقال آه. اللي تنجم تقولوا اللي نجم تقولوا كوني رفضت في الاول هاي آه هذه مثلا ما في بناش رفضت في الاول و مغير من غير ما نطول في الاسباب ذكرت ذكرت الاسباب نخليها لي هذه توا لكن هو قعد باش يقنعني قعد نص ساعة يحدث فيا على اتحاد المغرب العربي وأنه يعني يقول لي مواصفاتك تمكنك من أنك تعمل أشياء إيجابية فيه وأنا معك يعني وقعد تقريباً نص ساعة يحكي لي على شنو الشيء اللي عرف هو من المناسبات اللي حضر فيهم اللي شارك فيهم آه بعد مدة معناها وافقت. بعد الترشيح معناها قلت له تون نخمم ونجرب لا, لا, لا قعدت وقتها نفكر آه. المره الاولى رفضت وبعد قعد وقع حوار حوار لكن هو اكثر من حوار هو قاعد يحدث فيا مده نص ساعه على اتحاد المغرب العربي وانا مفكر وقتها في الاثناء هذاك التفكير وانا اعطيته الموافقه في نفس الجلسه بعد تقريبا 45 دقيقه فوافقت وبعثت هو الرسائل وجات الموافقات وتم هذا تم في 5 ماي 2016 على اساس المباشره الفعليه تقع في غره اوت يعني بعد غدوه يكونوا تمت العهده الاولى. آه. هذا وقع كنت نجيبي بطبيعه الحال ونحكي له على شنو اللي نعم فيه؟ شنو هي المشاكل الموجوده؟ والمنطقه كلها تعيش مشاكل. في الجزائر في ليبيا بالخصوص التحقت بعد شويه توا المده الاخيره الجزائر ثم انتخابات في موريتانيا بعد غدوه يقع تسليم المهام للرئيس الجمهوريه الجديد ثم تشكل الحكومه يعني واحنا بنفسنا هنا عايشين فتره انتخابات كان يقدم لك نصائح يعني معينه بحكم خبرته في الخارجيه هو يعطيني تقييم تقديره مثلا كيف نذكر له انا مشكل موجود في بلاد من بلدان يعطيني هو خلفيته خلفيته القديمة اللي هو عاشها لأنه يعني مثلا عنده علاقات قديمة جدا مع الرئيس بوتفليقة وكان ثمة تقدير متبادل والرئيس بوتفليقة يعني وقت اللي كنت وزير خارجية زرت ورحب بي ترحاب حار نعرف كونه هذا راجع إلى نوعية العلاقة العلاقات اللي نسجها بين الشعبين التونسي والجزائري أيضا بصفة عامة من قديم به اذا سيدي طيب البكوش كان تحب انت تعطينا اهم سبب خليك معلومه اعطيتها لنا وباش تخرج خليك ترفض الامانه العامه لاتحاد المغرب العربي او نخليولك لك الحريه للكلمه الاخيره في الحقيقه لاني كنت ارى انه ثم اكثر مصلحه في تونس انه نقوي حزب نيدا تونس, اللي ريت بدا يعني يضعف على كل النقاش اللي دار حول هالموضوع هذا نخليه داخلي ان شاء الله نهار نلقاوه في مذكراتك تكتبه لنا ان شاء الله ان شاء الله سيد طيب البكوش الامين العام اتحاد المغرب العربي شكرا لك على كل هذه الشهادات والمذكرات يعني من علاقتك بالسيد الباجي قايد السبسي الرئيس الراحل احنا ما زلنا مواصلين معاكم في هذه الشهادات وباش نستقبلوا اكثر شخصيات وطنيه كانت خدمت مع الراحل الباجي قايد السبسي بعد شويه بعد الفيتير باش يكون معنا سيد سمير الشفي والسيده راضيه الجريبي من اتحاد المرأة سيد سمير الشفي أمين عام مساعد اتحاد العام التونسي للشغل ساعة نشوفه في ثم نعود جثمان الرئيس الراحل محمد الباجي قيد السبسي وريثر اليوم في مقبره الجلاز حيث حضر افراد عائله الفقيد والقائم باعمال رئيس الجمهوريه محمد الناصر ورئيس الحكومه يوسف الشاهد الى جانب العديد من رؤساء وقاده الدول الشقيقه والصديقه والوفود الدبلوماسيه والشخصيات العالميه والوطنيه والامناء العامين لعدد من المنظمات الاقليميه والدوليه. كما توافد المواطنون من مختلف الفئات لإلقاء نظره الوداع الاخيره على الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي موكب الجنازه الوطنيه المهيبه للرئيس الراحل الذي وكبته وسائل الاعلام الوطنيه والاجنبيه وقبل الوصول الى مقبره الجلاز مر الموكب عبر تقاطع جامع مالك بن أنس بقرطاج في اتجاه الطريق الوطنية ثم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الزعيم لحبيب بورقيبة ثم شارع المنصبي. وكان جثمان الرئيس الراحل باجي قايد السبسي الموشح بالراية الوطنية راية تونس قد غادر دار السلام مقر الاقامه الرئاسيه بقصر قرطاج على متن عربه عسكريه باتجاه القاعه الكبرى في قصر قرطاج حيث تم تابين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وبوفاه الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي واحترام القائمين على الدوله للقوانين والمؤسسات وجه التونسيون العالم باسره رساله عنوانها الابرز ان تونس دوله ديمقراطيه تحتكم الى القانون والمؤسسات شعبها قادر على تسيير شؤونها في اصعب واحلك الظروف مرحبا بكم مجددا في هذا الملف الخاص برحيل الرئيس الباجي قايد سبسي نستقبل معنا السيدة راضية جريبي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة مرحبا بك وبيك عايش وسيد سمير الشافي الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل مرحبا أهلا وسهلا نبدأ معك السيدة آه راضية جريبي شفنا يعني موكب آه زنازة مهيب وشفناك أنت يعني في القصر تأثرت برشا ونعرف علاقة السيد الباجي قايد سبسي بالمرأة وحكايه المليون مراه اللي صوتت له ومجلة الميراث المساواة في في الارث نخليوك الكلمة باش تحكي لنا على علاقتك بالسيد الباجي قايد سبسي وخاصة ان احنا نعرفه على الاقل من من معلوماتنا ومن مصادرنا اني الراحل وقف معاكم وقت الازمات صحيح الاستاذ الباجي قايد سبسي الله يرحمه كان مساند لقضايا المرأة وكان ايضا مناصر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية منذ الوهلة الأولى وما قبل حتى ما يمسك الحكم منذ كان على رأس حزب نداء تونس بالتالي علاقتي به كانت علاقة فيها شوية شوية صداقة باعتبار هو زميلي نعرفه من آه. المحكمة وفيها أيضا برشا احترام لأنه هو للأمانة أنا ما كنتش نقوله للإعلام لكن الحقيقة كان يحترمني برشا ويحبني برشا وأنا زادة مهم. كان شعور متبادل ما هوش من باب هكا الذاتيه ولكن ايضا هو كان يحترم المجهود اللي قامت به في الحفاظ على المنظمه لانه كان, يحت... كان عنده زاده احترام للنساء اللي بنات المنظمه لانهم ربما من جيلو زاده كانوا معاه السيده رضي الحداد كانت معاه في الحزب كانت معاه في الحركه الوطنيه بناوا مع بعضهم الجمهوريه التونسيه وبالتالي كان يعرف حجم العمل اللي قامت به المنظمه ثم كان عنده زاد اعتقد أه هكا فرح برشا خاطر كان فما لقاءات ما بيناتنا وقت اللي عرف كونه المنظمة ما زالت متواجدة أو ما زلت نفتحوا في مراكز وفي فروع في مناطق نائيه يعرفها هو وقت اللي كان شاب وبدا يحكي لي يعرف بير الاحمر ويعرف المناطق الداخليه اللي هي الحدوديه وكان يقول لي علاش ما تحكيش به هذا في الاعلام وانا كنت نقول وراني نشتغل مانيش قاعده نوري فاش قاعده نعمل بقدر ما احنا قاعدين نجتهدوا من اجل نشر المنظمه وعمل المنظمه كان ايضا عنده احترام كبير للمؤسسات الحقيقه وهذا هكا ظهر التو مؤسسات الدوله ويعتبروا أنه الاتحاد جزء من هالمؤسسات هذيا ونهار قال لي راهو مش كان الاتحاد تأسس عام 56 تونس الكل تأسست عام 56 والجيش الوطني تأسس نعم اه تأسس عام 56 وعليه معناها ما كانش حاب اللي صار للمنظمة وكان عنده رأم كانت عنده هكا معناها ضيق ومضى به كونه المهزلة كما قال هو هذه تنتهي ما فماش واحد كيف يقول لك الكلام هذا ما يثلج صدرك قالك هكا حرفيا يلزم قال لي هل, هل هالحكايه فيه البركة معناها يعني فما مره قال احد قال لهم فيه البركه معناها هالموضوع هذا نحبوا يتسكر مم. لانه معناها مش حلو انه باقي نقعدوا يحاسبوا في المنظمه بهالشكل هذايا وتابعه السلوكات او القرارات اللي اتخذت في شانها في فتره ما اللي ما عادتش معناها وعنده الحق عنده الحق والدليل انه استدعانا كان عنده رغبه في انه يشارك المراه التونسيه عبر الاتحاد الوطني في القرارات وفي المواقف اللي تهم بلادها والشان العام اللي يهم بلادها ومستقبل بلادها احنا دخلنا الوثيقه كارتاج وبحذية سي سمير كنا مع بعضنا بالرغم من وقت الوثيقه قال عليها برشا كلام لكن هي هي وثيقه سياسيه قبل ما تكون وثيقه دستوريه او قانونيه وفيها رمزية اعتبارية أن المنظمة تكون متواجدة مع المنظمات وتاخذ أيضا حظها في أنها تقول رأيها في يهم مستقبل بلادها دونك عندها أكثر من قيمة وهذا عمل هنا هذا أعطاها السيد رئيس الجمهورية الله يرحمه للمنظمة وما نجموش معناها نفكوا عليه أو نبعدوا عليه أنه مناصر فعلا لقضايا م. النساء ثم حتى حد زاد ما ينجم ينكر الى جانب الموقع الاعتباري اللي حط فيه المنظمه الوطنيه وهو سي سمير بحذايا يعني ياكد كلامي كان ايضا حتى لجنه الحقوق والحريات ونفس الشيء يعني حتى بالنسبه لاتحاد الشغل يعني نعم كان لك كان لك مناصر لاتحاد الشغل حتى من آه بعد سمحني حتى من بعد الشهادات اللي شفناها من سي الطبوبي ولا العباسي يقول لك كان قريب ياسر لاتحاد نعم الشغل آه نعم نعم فعلا ما نعرفش كان راضيه تكملت ولا لا. آه. نرجع أنا أنا لها مثال آه. بالضبط. يعني الاستاذ محمد الباجي قايد سبسي رحمه الله كان شخصيه غير عاديه حقيقه في زمن اللي نعيشوا فيه الان. غير عاديه من حيث ان الرجل كانت عنده قدره استثنائيه في التعايش مع الظروف الاستثنائيه. وإدارة الأزمات الغير تقليدية وهي معناها صفة ليس من السهولة بمكان أن تتوفر عند أي لعب سياسي و... يعني على صحة أكثر من 60 سنة يمكن عمل سياسي بالفعل وغير. المراكمة التاريخية والتجربة التاريخية الثرية هي اللي مكنت الرجل باش يكون عنده هذه الصفات وهذه الميزة التي نحن بأمس الحاجة لها علاش؟ لان تونس مرت بدور بمرحله استثنائيه وغير تقليديه ما يس ما لا, لا يمكن التعاطي مع هذه المرحله بوسائل تقليديه المتعارف عليها في الاوضاع العاديه ومرحلة صعبة اي مرحلة بالتاكيد كان ذكره صعبة الحوار الحوار يعني كان الحوار راعي الحوار على الاقل انا واكبته اعلاميا يعني وقداش مرة تتقابلوا تفشلوا تتقابلوا وهو شنو كان دوره وقت. يعني المهم قبل الاهم قبل المهم فريمون كان هذيك هي اعتقد هذاك هو سامحني سمير تقريبا في معالجته لك الصعوبات نخرج ونعاود وكل فهم هو كونه فما حاجات تتسبق على حاجات الربع الحوار كان كل مره يعمل كونفرنس دو بريس ندوه صحفيه يقول رانا ثم تعاودوا تجتمعوا مره اخرى يعني يعني دور الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره هو اللي كان متراس الحوار الوطني مع شركاء واتحاد تونسي للصناعه والتجاره وعماده المحامين والرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان خلتنا نكتشف رجالات في البلاد هذه فيهم من معناها اثبت بشكل عملي وثقيت ومبدئيت وقدرته على إدارة الخلاف والتعايش مع خلافات التي كانت عميقة وعميقة جدا وكادت تهدد معناها الأمن والسلم الأهلي في حد ذاته ما ميز الرجل هو أنه كانت ليه قدرة كبيرة جدا على الصبر والاستماع وإلى معناها البحث عن المخارج التي يمكن أن تؤدي إلى إيجاد حلول ولو جزئية ولو وسطية لتجنيبنا معنى القطيعة والخلافات والأستاذ الباجي قايد السبسي رحمه الله كان على تواصل كبير مع الاتحاد وخاصة الأخ الأمين العام السابق حسين العباسي في استكمال معناه الحوار معناها خارج فضاءات الحوار واللي كان لها دور كبير وكبير جداً في تذليل العقبات والعراقيل خاصه حتى نكونوا واضحين وصادقين مع انفسنا اللي كانت تميز العلاقه من بين الرجل الباجي قائد السبسي وحزب حركه النهضه اللي كان فما شبه قطيعه معناها هذا يعرفها القاسي والداني وكان البعض يتحدث عليها ويمكن حتى الاستاذ باجي قائد السبسي يقول خطان متوازيان لا يلتقيان وينتقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله ولكن إيمان الرجل بأن تونس ومصلحة تونس في التوافق في أن نجد معنا الحلول التي يمكن أن تكون ملائمة وناجعة في ظرفية معينة خلته يقدم تنازلات معناها مهمة وطبعا كان له ثقة كبيرة في الاتحاد وكان يعتبروا ان الاتحاد هو ضمانة من الرئيسيه في البلاد وانا <applause> اذكر هو عنصر عنصر ولا. في بناء الجمهوريه الثانيه هذا الاصطدام يعني, والذي... يعني والذي... في تاريخ الكورونا وذي وهذه قناعتي وانا اذكر يوم صباحه 5 ديسمبر 2012 بعد اقل من 24 ساعه من الاعتداء الهمجي اللي تعرض ليه مقر الاتحاد العام التونسي للشغل انا ذاك جاء مع وفد من معناها انصاره و القيادات التي كانت تترافق كان واضح وموقفه كان جلي كل الناس اللي اعتدات عليكم امس اعتدات على تونس لانه الاتحاد يمثل عرصه كبيره من عرص البلاد واللي يحب يهدم العرصه ناوي يهبط معناها كالسقف على اماليه وبالتالي راه الاعتداء هذايا نعتبروه ما وقعش على الاتحاد وقع على تونس وعلينا احنا واحنا اعتبرونا من المدافعين على الاتحاد وجنود الاتحاد لانه في الدفاع الاتحاد في تلك المرحله بالفعل هو الدفاع على تونس وكان موقف معناها ثابت ومبدئي ولم يكن وليد اللحظه لانه من بعدين اثبتت الاحداث والمعطيات والاشكاليات ومعناها حتى اثبتت و... حتى وفاته أثبتت يعني صدقيه و صدقية رأيه وصدقية توجهه في المسأله هذه مع اتحاد الشغل؟ يعني هذه هي صفه الزعامات الكبيره ومعناها الرؤساء الكبار اللي صفه الرئيس هي معناها رمزيه ولكن صفه الزعامه تبقى طاغيه اكثر و في تقديرنا الخاص الاشكاليه وانه ليس انه الباجي قايد سبسي معصوم من الخطا او انه لم يكن له اخطاء او تقديرات خاطئه لان كل بشر والبشر معناها فهمتني يخطأ ويصيب ولكن قيمه الرجالات الكبار في قدرتهم على التحمل الصعاب وكما كان كما كان يقول سي طيب الباكوشي رغم صلاحيات يعني الموكوله لرئاسه الجمهوريه ما دام كان يحب يلقى الحلول يعني معنا. وهو راهي ماهيش دوره حتى في حتى في الدستور مش دوره ولكن كان يلم الناس الكل هو وثيقة يلقى الحلول. هي وثيقه كارتاجي <applause> وثيقه وهي وثيقه بامتياز تاكد انه الاستاذ الباجي قائد السبسي الله يرحمه كان يبحث على الحلول هنا وثيقه سياسيه وتتذكروا الكلام برشا اللي تقال عليها على اساس مش وثيقه قانونيه ومش وثيقه دستوريه وشنيها القيمه نتاعها لكن هي وثيقه سياسيه يبحث من خلالها رئيس دولة يحس اللي عنده مسؤولية التجميع والبحث عن حلول للبلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية كبيرة على حلول ثم نتذكر آخر نهار في وثيقة كارتاج تقريبا مرتين أو أكثر من مرتين ثلاث ثلاثة مرات على الأقل أو أربع مرات يقول انتهى الموضوع ويعاود يقعد وإحنا كل مرة نقول يقول ما لو فيه الموضوع باش يقوم وليه ما فمش معناها ما وصلتوش الحل آه انتهى نتذكر وقت اللي قام قال ما بعد وثيقة كارتاج باش تكون وضع ما قبل وراه وضع آخر تحملوا مسؤوليتكم <applause> معناها فهم كونه إنهاء العمل بوثيقة كارتاج على الهينات اللي هي فيها وقتها وغيرها راهي هذيك باش تخلي الوضع باش يتأزم أكثر من هي موجودة حتى وهي في الوضع اللي فيه يعني كان قام أكثر من مرة معناها قطع قام على الأقل ثلاث مرات لطار. كل مرة نقول معناها ما لم ما حل ونقوموا يعني هو يقف وبعد يعاود معناها اصراره على انه نلقاو الحلول وانه يكون لاخر دقيقه الرجل الذي يلم معناها العائله السياسيه وياخذ دور ريادي في الوضع السياسي ذاك كان واضح من معناها متاكده السيد الامير العامر وعاود للمكتب يقول في فيه حقيقة هاو قدام الاتحاد مم. الشغل هو عضو فعلاً. في وثيقة كارتاج معناها الدلالة أنه الرجل مم. كان فعلا عنده مسؤولية سياسية مسؤولية أخلاقية يلقى حل وفعلا في وثيقة كارتاج واحد وخاصة اثنين اللي كان على تواصل تقريبا معناها مباشر مع الأخ الأمين العام المنطلق منطلق قناعته هذه قناعته وأنه الاتحاد هو معناها عرصة كبيرة في البلاد وعنده دور متاع حفظ التوازن وحفظ الاستقرار وراهن كثيرا على الاتحاد وتنسيقه م. مع الاخ نور الدين معناها وكما قبله تقريبا مع في فتره شفنا السيد نور الدين الطبوبي في الجمعه مرتين قبل. بالضبط انا اذكر معناها في تقديره في خاصه في قرطاج اثنين وقتها خذا الكلمه الافتتاحيه اللي بسط الاشكاليات عدا عنده هك الجانب نتاع الدعابه والنكته الظريفه اه هو يا شف يا رجعنا للمعبوكه معناها فهمتني آه رجعنا للحديث والمشاكل ولكن رغم المشاكل راهو لازمنا اليوم نلقاو الحلول لان بلادنا ما تحتملش تحتملش انه ناخذ مشاكلنا معناها على لجار ومهما كانت صعوبة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم ما نخرج نخرجه برؤية للناس بس باش نحلوا مشاكل للناس كان يعرف كان تذكر سي سمير كان يقولهم يمد ورقة مش معناها أنت أي. حاضر جاي باش تذكرني بمشاكل اقتصادية ولا ولا معناها شو النسب يعني كان يتبع تبع ملفات الاقتصاد يشبد هو الوريقه يقول لي مش لازم يعني مش لازم انت تجي تذكرني ها هو هاو الدينار هاو النسب نتاع النمو هاو قداش عندنا بطاله قداش عندنا فقر قداش عندنا فوالا معناها بالضبط المتريز لا ويمد اوراقه من غير ما ساعات خاطر يبدأوا بعض الحضور يقولوا الوضعيه هكا نو راني نعرف راني نعرف ونعرفها بالتفاصيل والبعض و... منه مش حتى بوثيقه، البعض منه يقولوا معناها يعرفوا محضر يعرف يعرف بلاده معناها من ينجمش يكون رئيس م... الميتريز للسياسيون وذاك علاش وساعات يقول لنا فما اشياء معناها راهي البلاد في وضعيه صعيبه يلزم نلقاو الحلول، مم. وبالحق لل... بالنسبه لاتحاد الشغل للامانه معناها كان عنده عنده الى ما كان ما تتصوروهاش المنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل كل حاجه يقول اذا المنظمة <applause> اذا المنظمه الاجتماعيه باش نكلم في اذا المنظمه الاجتماعيه معنا ماشي معانا ما, ما نجموش نقدموا اذا ما فماش شركاء الاجتماعيين حتى الصناعه والتجاره رانا ما نقدموش معناها ما فماش كلام يلزم يكون فما حلول ويزم المنظمات تكون موافقه يعني هذه هي تونس ما تنجم تقودها الا بالتوافق شوف انا باش نقول لك كلمه سامحني انا مؤمنه انه كما الاستاذ الباجي قائد السبسي كما الزعيم الحبيب بورقيبه الله يرحمهم الاثنين الناس اللي امنت بالمؤسسات الناس اللي تم مؤسسات الدوله وتم ان اللي الدوله ماش اشخاص وانما مؤسسات آه هذيك هي الرجالات اللي نجحت لانه المساله مش مرتبطه بشخصي شخصك احنا نحترمه ونقدروا ونشاركه منظمات ومؤسسات دولة نحترموها وذاك علاش سيلباجي القلم المحبة والاحترام حتى من خصومه ومن الناس اللي ما شاركتوش الرأي لأنه في نهاية الأمر احترمها لأنه احترم التركيبه واحترم البنيان وهذا هالبنيان وهذا ظهر في 25 جويله يعني في وفاته ظهرت الحقيقه للعيان ويعني وظهر اللي توجه هو كان صحيح يعني خليني نقول انه شعبنا كان ذو ثقافة عالية شعبنا ذو فهم وذكاء معناها استثنائي شعبنا رغم اللي الظروف الاقتصادية والاجتماعية ما تغيرتش طيلة الفترة الخمس سنوات التي قضاها الرئيس الراحل محمد البجي قايد سبسي في الاتجاه الإيجابي ولكن هذا الشعب الأصيل الذكي والمتابع معناها الفطن لادق تفاصيل الحياه العامه افهم أن الرجل كان صادق في حبه لهذا الشعب وفي سعيه لخدمه هذا الشعب واللي شعر في الفتره الاخيره رغم تقدمه في السن وأن هذا الرجل يكاد ينفض حوله العديد من الناس اللي كانوا فعلا سبب وجودهم هذا الرجل <applause> وهذا الشعب لا يمكن أن يقبل بأي شكل من أشكال معناها هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات وكان يوم 25 جويليا هو رد يعني اعتبار رد اعتبار لهذا الرجل حتى وان كانت الحصيله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لم تكن معناها بالمستوى التي كان ينتظرها شعبنا وهذا يعني, يعني درس في تقديري خلينا نكمل الجمله هذه هذا الدرس اللي يلزم يفهموه القاده السياسيين والطبقه السياسيه انه خدمه الناس والايمان بخدمه الناس بصرف النظر عن المواقع والمناصب هي معناها اللي تؤدي الى حب الناس ومش أشكال أخرى ووسائل أخرى وبالتأكيد زاد منح ربي معناها هذا الشرف أنه يوم 25 جويليا يوم وفاة الباجي قايد سبسي اقترنت بذكرى إعلان الجمهورية وهي معناها فهمتني صفة وقيمة معناها ستلازم هذه الذكرى معناها بقاء هذه الجمهوريه واللي يعني لو كان نخمو أه البقاء كما قلت والنجاح سمير لو كان نخمو يعني 25 جويليا هذا اليوم بالذات ثم بعد وفاته تولي الانتخابات الرئاسيه قبل التشريعيه اللي كان هو يحبها يعني تقريبا ما حتى في الخيال واحد ما ينجمش يتصور اللي بشي حقها هالامنيات هذه الاقدار انصفته اذا البعضنا ما انصفوش يعني الرجل دافع على الجمهوريه لان الجمهوريه هي هي مبادئ وهي وهي سلوكات كما كان يقول سي سمير يعني هو فهم هذايا بالتالي نفسه تعلقت بالجمهوريه ربي كرمه فتوفي يوم تاسيس الجمهوريه وايضا معناها كان يرى انه انتخابات الرئاسيه معناها ضروري انها تسبق الانتخابات التشريعيه ربما هذيك مناورات هذيك حكم الحنكه نتاعو على مستوى السياسي لانه ربما في فتره ما كان فما برشا زاد تجاذبات ما بيناتنا وبالتالي انه نسبقت الرئاسيه كانت قادره على انه اللي يترشح للرئاسيه ويصوتوا له الناس قادره على التاثير على فهو كان كان يناور في هذايا الاعلان تجربه ويفهم يفهم في السياسه بالحق معناها ويفهم في القانون ايضا بالتالي هذا الكل اعطاته اعطاته فهم كونه هذايا قادر على التاثير ما ما, ما, ما قدرناش احنا انه نغيروا النظام الانتخابي بحيث آه نغيروا من من الهنات اللي هي صاحبته واثرت على الحياه السياسيه في تونس آه اليوم ما تمحلو هو قاعد يتحقق آه صح لينا يعني خاطر في نهاية الأمر ربما ربما تقديم الانتخابات الرئاسية قادر فيما بعد على أنه ينقص من التجاذبات وينقص أيضا التشرذم على مستوى السياسي لأثر على المشهد البرلماني ويقلق فيما بعد في تسيير دولة الدولة من أهم الأشياء أثبت اللي احنا قدمنا خطوات كبيرة في الانتقال الديمقراطي يعني انتقال سلس في نهار تتعدى السلطة للرئيس يعني محمد بن ناصر ثم نعلم على موعد انتخابات مبكرة والبلاد رايدة والناس كل تخدم يعني هذه وعملنا وجبنا بطولة إفريقيا في كرة السلة معناها يعني في نهار اولادنا يرفعوا رايه البلاد وزيد حق نجاحات وانتصارات ما ينجم يكون كان تونسي معناها في الاخر كرة الامه كرة الـ الـ كرة انا, أنا معناها من انصار آه. انا من قبل من انصار الامه التونسيه لأن الامه التونسيه هذه هو, هو من العربيه وشعبنا التونسي اللي هو جزء من هذه الثانيه اعتباريه انا عملت بين قوسين قلت لك سمير باش اه سمير مش باش يعديهالي اه اما انا نحب نقول انه نعرف اللي باش يوافقني انه فما اعتزاز بتونس وبالخاصيه نتاع الشعب التونسي وهالذكاء التونسي وهالسلم معناها احنا ما احنا شعب عنيف وحتى شويه العنف اللي جات الكل استنكرناه لانه احنا مش مستانسين بهالعنف وهالغلظه وهالسلوكات حتى ورغم, ورغم يعني كما قلت تقول المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه 25 جويليه وما بعد تحس الناس فخورين بانتمائهم لتونس. معناها حتى يسوه. المشاكل حتى, حتى اللي ما عندوش باش يشرب ولا باش حتى اللي عنده مشاكل أي. أي. ماديه يحس روحه فخور انه ينتمي لانه لأن ما احناش شيء ما احنا لانه هاني قلت لك اللي عريناها ما بعد ثوره ماشي متاعنا معناها التونسي يقول لك مش متاعنا الذبحان والقتلان والدعوه الى الكراهيه والدعوه الى الاقتتال وهذه مش متاعنا بالحق مش متاعنا احنا ناس ندفنوا الميت نتاعنا ونواصلوا العمل <applause> احنا معناها ورينا زعمانا الشيخ الابراهيمي الله يرحمه وشكر بالعيد الله يرحمه ورئيسنا فيما بعد الله يرحمه وواصلنا العمل شكون اللي نه المؤسسات اللي وقفت الناس الكلية واصلت العمل وهذا هي هو اللي يخلي الناس معناها عندها ادراك ووعي بمعنى الجمهوريه حتى المؤسسات كي تشوفوا ليزي تو تقول لك هذاك قراري وما نرجع لحتى حد يعني ولنا فعلنا المؤسسات أه؟ فعلنا الدستور هذيك أه؟ هي الديمقراطيه بحكم الواقع هذيك هي الديمقراطيه هو المؤسسات متى تجد الصلوحيات والقدره والشجاعه والنجاعه ايضا متى ابتعدت ابتعدت عنها السلطه التنفيذيه لممارسة ممارسة ضغوط عليها والنظام الديمقراطي قائم على فصل بين السلطات سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو القضائية والصحافة أيضا سلطة رابعة وهذه المؤسسات التعديلية التي جاء بها دستور 2014 جاءت من أجل كبح جماح السلطة التنفيذية وأي سلطة تنفيذية كانت ففي تقديرنا الخاص تجربة الانتقال الطبيعي والعادي والسلس للسلطة اللي تم يوم 25 جويلية هو ثمرة ثمرة معناها تشبع التونسيين والتونسيات والقائمين على المؤسسات سواء كانت التعديليه او المؤسسات معناها الاصليه لقيم الديمقراطيه وللثقافه الديمقراطيه وحب التوانسه انهم ينجحوا في ترسيخ الدوله المدنيه الديمقراطيه ذات المضمون الاجتماعي إيه وانا نجم اعتقد نجم هذه فرصه ولا زال خوف الخوف لابد ان يبقى معناها فهمتني موجود لانه طبعا المتربصون كثر وغير الراضين عن نجاح هذه التجربة سواء كان في الداخل أو الخارج يمكن أن يكون لهم تأثير والأمثلة عديدة ولكن أنا يقيني يقيني أن هذا الشعب العظيم وهذا الشعب القائد الذي اختبر معناها التجارب الكل من المحطات المختلفة من ما قبل 56 إلى غاية ثورة 14 جانفي أصبح ليه قناعة وانه اصبح يعتز بما قدمه من تضحيات من اجل الوصول الى بناء الدوله المدنيه الديمقراطيه العادله والقادره والتي بمثل ما نجحت في تامين الانتقال السياسي وبناء المؤسسات وتامين حريه الراي والراي الاخر وحق التنظم وهذه الحقوق الاساسيه حتى الرئيسيه سمحني الأمنية فانه نختم آه بها فانه ما بقي من انتقال على المستوى الاجتماعي لترسيخ العداله الاجتماعيه وبلادنا وشعبنا في امس الحاجه الى الشروع في بناء مشروع انقاذ عنده بعد اقتصادي واجتماعي, واجتماعي حتى يشعر المواطن العادي اللي خرج معناها يوم 25 جويليا كما خرج في 25 جويليا 2013 في جنازة براهمي. الحاج محمد براهمي و8 فيفري 2013 في جنازة الشهيد شكري بالعيد من مختلف الفئات الاجتماعية الأثرياء والمتوسطين والفقراء لأن التوانسة يحبوا بلادهم لأن التوانسة غيرين على بلادهم ولكن لابد من أن ننبه بأن الديمقراطية والفقر خطان متوازيان لا يلتقيان والتقيا فتكون الكوارث والانحرافات <صفح> قلت ماكش خايفه انت مدام لا خايفه لمش خايفه وما وحتى كان يتربصوا وما ما عادش حتى قبيلة قبل ما تجيو مؤسسة الرئاسة يعني الأمن الرئاسي قال لك توا نعيشوا في ديمقراطية خير من الاستبداد نعم. بدهم تبدلوا احنا الكل يعني مؤسسات مؤسسات الدولة المؤسسات الدستورية الهيئات يعني كل شيء يتغير ناس الكل... توا هذا هو المكسب يظهر لي احنا حتى اللي شكك ان عملنا ثورة اليوم اتاكد انه احنا عملنا على الاقل ثوره فكريه او ثوره متحريات بالحق لانه اليوم الناس الكليكه ولات عندها حريه التعبير عندها حريه تمارس مهامها بدون قيد وبدون ضغط وبدون ولاءات. وهذا هو المؤسسات وهذه هي الجمهورية الجمهورية مم. هو فما كما قال سي سمير اللي هي فما الفصل بين السلطات وكل سلطة مستقلة عن أخرى وهي سيدة نفسها اليوم هذا هو الموجود لكن اليوم معنا شعب واعي بذلك مم. واليوم شعب واقفة معك وذلك علاش أنا يظهر لي 25 جويلية الماضي طمنتني لأني متأكدة أنه ما عادش الناس تتراجع أولاً على المكتسبات هذيا، وثانيا ما عاد ينجم يتربص بنا حتى حد لانه الشعب ذكي وفطري. نجم تقول اللي هو يوم مفصلي في تاريخ إيه تونس. اي نعم، نعم، انا نقول يوم مفصلي بالنسبه للاحزاب السياسيه متاكده انها باش تراجع او بدات تراجع في مواقفها وتراجع في نفسها. الكلمه الاخرى يعني 25 جويلية يوم مفصلي في تاريخ تونس. يعني في تواريخ الشعوب العظيمه والقادره على البناء والتطلع الى المستقبل. قدرتها وقيمتها تكمن في معرفة المنعطفات التاريخية التي تمر بها وشعبنا في كل منعطف تاريخي كان حاضرا وطواقا إلى المستقبل لأنه ما يقوده هو أنه يحب يبني تونس ويحب معناها يتقدم ببلاده باش يشوفها في أفضل المواقع وفي أفضل معناها الحالات وهذا احنا يقينا رغم الصعوبات هذه اللي مرت ولا زالت تمر معناها بتونس فبفضل هذا الشعب الذكي بفضل هذه النخبه ايضا وجزء كبير ياسر من نخبنا على عكس ما يروج قادرين باش يرسموا مع بعضهم لوحه جميله لتونس اخرى معناها مزيانه اللي تكون قادره باش تعطي معناها برقيه حب واطمئنان وامل للرواد الحركه الوطنيه اللي استشهدوا من اجل تونس اللي نحلموا بها الكل واللي هذايا معناها اصبح اليوم في متناولنا احنا احنا احنا, أحنا بالطريقه الصحيحه بالضبط ان شاء الله سي سمير الشيف الامين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل شكرا لك والسيده راضيه الجريبي رئيس الاتحاد الوطني للمراه التونسيه شكرا لك احنا مازلنا مواصلين معكم باش نستقبلوا ضيوف قرين سي ابراهيم بودربال عميد المحامين وسيد كمال كمال العيادي رئيس الهيئه العليا للرقابه برئاسه الجمهوريه قبل ذلك خلينا نشوف فيتير ثم نعود وها هي الاقدار تقول لي هذا رفيقك قد ترجل فاتمم مشواره ومشوارك في خدمه الوطن وفي خدمه الشعب ايها العزيز البجي عرفنا فيك الحماس في خدمه الوطن والتفاني في خدمه الشعب عرفنا فيك التعلق بمبدا وحده الصف الوطني والسعي الى التوافق حول مصالح البلاد العليا اليوم وانت تلبي نداء ربك نحن عاجزون على توديعك يا رفيق دربي سوف نواصل مشارعنا فيه معا بناء دولة وطنية ديمقراطية على أساس علوية القانون ونجاعة المؤسسات، دولة تعزيز المكاسب التقدمية لبلادنا، وتجسيد المطامح المشروعة لشعبنا ومواطنينا، يا رفيق دربي نحن عاجزون على توديعك. غيابك ألم وخسارة للوطن. يا رفيق الدربي إنك لا تغادرنا سوف تبقى معنا وبيننا ما حيينا رمزا وقدوة ومثالا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والآن أدعوكم حضرات السادة والسيدات إلى الوقوف وقفة تقدير وإجلال لروح الفقيد. كانت هذه كلمات سيد محمد الناصر القائم بأعمال رئاسة الجمهورية. في موكب تأبين الراحل الباجي قايد السبسي نحن ما معكم قرابة نص ساعة ونستقبل هنا ضيوفنا باش يحكيونا على تجربتهم وعلى لقاءاتهم وعلى خدمتهم مع الراحل الباجي قايد السبسي أو البجبوش كما قلنا كما يحبوا يسميوه التوانسة مرحبا بكم سيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة برئاسة الجمهورية مرحبا شكرا بارك, وسيد بارك الله إبراهيم بودربالة عميد المحامين مرحبا بكم سيد محمد الناصر كان يقول باش في بناء دولة قوية وديمقراطية اللي الراحل مشى فيها وخطى فيها خطواته كانت أمنيته وكانت, أمنيت وكانت رغبته. لا غرابة وأن المرحوم الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي الذي اكتسب خبرة وحنكة من خلال المسيرات التي قادته الى رئاسه الجمهوريه ابتداء من ممارسته لمهنه المحاماه في احد الحمايه وقيامه بالدفاع عن الوطنيين من المحكمه العسكريه في تلك الفتره بحيث ان فتره التمرين التي قضاها بمكتب العميد فتحي زهير من سنه 52 الى 55 كان قد تبنى قضايا الوطنيين المحالين امام ممحك... مم المحاكم العسكريه مختلف المحاكم العسكريه و <applause> في الدفاع عنهم وفي الدفاع عن القضيه الوطنيه انذاك ثم لبى نداء الواجب بان انخرط في العمل الحكومي بعد الاستقلال كمستشار بديوان رئيس الحكومه ثم سنه 63 كمدير الامن الوطني ثم وزير داخليه ثم سنه 65 وزير داخليه و69 وزير الدفاع الوطني كل ذلك يعني جعلت منه شخص قد اكتسب تجربه في التسيير وفي معرفه دواليب الدوله ودواليب التسيير الى ان وقعت مراجعه السياسه الاقتصاديه في بدايه السبعينات و في تلك الفترة بالذات رأى صحبة عدد من السياسيين آنذاك الوطنيين السياسيين ضرورة أحداث تغيير تغيير عميق في الرؤية السياسية للحزب الحاكم وقد نادى صحبتهم بضرورة اقرار نفس ديمقراطي في العمل السياسي، الامر الذي ادى به الى تجميدي تجميد 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 آه عضويته بالحزب الحاكم سنه 71. عند ذلك رجع الى ممارسه مهنه المحاماه. وسنه 73 وقع ترسيمه بقسم يعني بالجزء الخاص بالمحامين المخول لهم المباشرة امام محكمه التعقيب. وهي اعلى رتبه يصل اليها محامي. في السبعينات بصوره منتظمه ومسترسله ناهيك انه كان يوميا يرتدي عباءه المحاماه الروبه ويحضر بالجلسات ويتولى الترافع يعني بصوره منتظمه اكثر من ذلك انه بحكم تطلعاته في الحريه وفي قرار الديمقراطيه دافع عن الحريات واهمها في ذلك الوقت حريه الصحافه إذ تولى الدفاع عن جريدة الرأي وجريدة الديمقراطية في العديد من القضايا التي وقعت حالة هاتين الصحيفتين أمام المحاكم من خرق قانون الصحافة والحقيقة قال يعني ناس كل تجمع صحفيين تقريبا ناس كل اللي هو ما يتدخلش في العمل الصحفي ويقبل النقد يعني هي. شفنا الكاريكاتير شفنا السكتشات شفنا التقليد هي. يعني هذا تقريبا يجمع حولها كل الصحفيين أكثر من ذلك دافع في قضايا سياسية اهم قضيه انا شخصيا انتسبت الى مانة محمد سنه 77 وبعد ثلاثه اشهر من انتسابي لمانت محمد انطلقت قضيه ما تعرف قضيه الوحده الشعبيه او ما عرفت في ذلك الوقت بقضيه البنصالحيين وبالرغم من اختلافه في معهم في الرؤيه الاقتصاديه فانه تولى النضال عنهم امام محكمه أمن الدوله امام محكمه أمن الدوله تولى النضال عنهم والترافع في حقهم ثم عند احداث 26 زامبي 78 يعني القطيعة آه. التي وقعت بين النظام في ذلك الوقت وقياده الاتحاد العام للشغل كان نصيرا لقياده الاتحاد العام للشغل الشغل. يعني امام مختلف يعني المحاكم بما فيها محكمه امن الدوله نعلم انه حتى المره الاولى حاولوا تكييف القضيه على قضيه حق عام لكن محكمه سوسه برئاسه الشيخ يوسف بن يوسف قررت التخلي عن النظر لتعلق القضيه بامن الدوله وتخلى في محكمه امن الدوله فكان نصيرا للقياده النقبيه الى ان دعي مره اخرى سنه 80 للعمل الحكومي هذه الشخص شخص اكتسب من التجارب سواء, خلال سواء من خلال ممارسة المهنة المحاماة أو من خلال يعني اطلاعه بمسؤوليات حكومية من أعلى مستوى يعني جعلت منه شخص يعني ذو خبرة وحنكة في التسيير الأمر الذي اتضح بصورة جلية بمناسبة الدفاع عن تونس أم في أمام الأمم المتحدة في بعد الغارة الإسرائيلية على حمام شت العدوان الإسرائيلي على حمام شت نرجع بأكثر ب... تفاصيل المسألة هذه نرجع لك كمال العيادي يعني كنا نسمع في كلمة سيد محمد الناصر القائم بمهام رئاسة الجمهورية يعني قال بناء دولة قوية وديمقراطية باش نواصلوا في المسألة هذه وانت من من وسط القصر من وسط رئاسة الجمهورية خدمت معه عن كثب كنت تحس بالمشروع هذا عند السيد الباجي قايد السبسي طبعا يعني ما يلزمش تكون موجود من المحيطين بالرئيس يعني حتى تشعر المشروع هذا كل انسان يعني يعني وكل ملاحظ يلاحظ كون هناك مشروع يعني انتقال ديمقراطي ومشروع يعني بناء يعني دوله قويه ونعرف من احدى الشعارات اللي جات بها معناها المرحوم الرئيس الراحل يعني كونه هيبه الدوله لان هيبه الدوله هي ربما من اول الضمانات لبناء يعني مشروع ديمقراطي وبناء يعني دوله ديمقراطيه عادله واليوم يعني شاءت الاقدار كونه في موت يعني الراحل يعني اعطى اكبر هديه ربما لتونس لترسيخ المسار هذا بينت يعني نجاعه المسار وبدايه المسار هذا يعني اللي اعتمد على المؤسسات كيفاش المؤسسات هي اللي اشتغلت حتى كونه العالم ما فهموش كونه معناها رئيس يموت وشفنا حتى التعليق يعني من رجال اعلام من يعني من دول عربيه كيفاش معناها رئيس دوله يتوفى وبعد اربع خمسة ساعات يعني فهمتي حل محله رئيس مجلس النواب واصبح الدستور هو الفيصل واصبحت الناس تحتكم يعني الى الدستور وبالتالي بان كون الدستور ليس يعني حبر على ورق ولا وانما الدستور يؤسس الى علاقات يعني سياسيه والى علاقات وبالتالي معناها ظهرت يعني المؤسسات وقيمه المؤسسات وقيمه الدوله التي تقوم على المؤسسات وهذا شيء وانا أنقص مؤسسه يعني كونه ربما من اكبر ضمانات يعني الانتقال الديمقراطي وبناء دوله ديمقراطيه قويه هو كونه ترسيخ وتعزيز دور المؤسسات لأن المؤسسات هي اللي تنجم تاتمنها بسكون الواقع المؤسسات الصلبه هي اللي تنجم تاتمنها على مصير الدوله لانه الاحزاب السياسيه والسياسه بطبيعه الحال تحركها اجندات خاصه تحركها مصالح خاصه وهذا طبيعي وهذا عادي وليس كان في تونس في كل الدول عندها كل سياسه عندها يعني اجنده معنى على المدى القصير وتنظر يعني للمصلحه الخاصه وانما المؤسسات هي اللي تنظر يعني الى المصلحه على المدى المتوسط على المدى البعيد. وفي اعتقادي معنا بينت اليوم يعني الاستفاده اللي استفادتها يعني تونس في الأيامات القليله فالزخم اللي رافق يعني موت ويعني يعني, يعني في ثلاثة ايام تقريبا في ثلاثه ايام الزخم هذا زخم ربما من نجموش ما نجموش نحصلوه حتى في اربع وخمسه سنوات راهو ما نجموش نستهينوا به راهو شوفوا انا كنت... سامحني برشا عباد كانت عنده منسوب التشاؤم مرتفع اللي احنا ما عادش ما معنا وين نوصلوا مشكله اقتصاديه وازمه اجتماعيه والديمقراطيه سيئة معناها مشات ما عادش باش باش نرجعوا لها اليوم وفجاه في ثلاثه ايام تتقلب المعادله <تشف> لي عندنا الدستور نجم نرجعوا له وفما مؤسسات قويه الشبكات الاجتماعيه هي النافذه انا شخصيا من خلالها تونس ساعات ما عندكش الوقت باش تقعد بيش تكون عندك وتشوف الناس وتستمع تدخل للشبكات الاجتماعيه والفيسبوك تعطيك المحرار الاجتماعي نتاع الناس كيفاش يعني متشائمين متفائلين ياسين محبتين الى غير ذلك النقله اللي شفناها ما هذا شيء حقيقي واقعي راه مش نتكلم من خلال يعني ربما التاثر معنا فهمتي لانه احنا دائما ربما في ثقافتنا الموت مصاب جلل ونتفاعل معه بطريقه خاصه مش موجوده ربما في بلدان اخرى لكن الشيء اللي تشوفه الحقيقي والشعور الحقيقي اللي يرافق الموت معناها والتعاطف يعني والمحبه والحسره والالم والحزن اللي عاشوا الحزن الحقيقي يعني ليس حزن يعني مجرد تاثر عابر وانما تقييم الى الواقع نتاع البلاد هذا من قبل مواطنيها، عوده الثقه بالنفس، الناس اصبحت لقات عناصر اللي ايجابيه اللي تخليها تشعر اللي هي قدمت خطوات. لانه احنا خسرنا خطوات يعني بعد الثوره خطوات على المستوى الاقتصادي على مستوى, مستوى بعض الاشياء لكن ما كانتش عندنا الامكانيه باش نقيموا يعني الخطوات اللي قطعناها والخطوات اللي قطعناها هي في المجال السياسي بالاساس والمجال السياسي معناها ما تنجمش تقيمه لانه معناها تقيم الاشياء يعني من خلال غلاء المعيشه من خلال يعني الامور اللي قابله للترقيم وللتقييم. اليوم جات الناس معناها المواطن التونسي الشعب التونسي امكن له كونه يقيم حصيله تسع سنوات من الانتقال الديمقراطي والحصيله هذيك معناها ايجابيه جدا كانت موت رئيس دوله ينجم يرجع البلاد سنوات الى الوراء ينجم يحدث يعني حروب اهليه ينجم لكن بل الـ احنا جبنا العكس, يعني العكس يعني يعني نجم نقولوا الراحل الرئيس الباجي قايد سبسي نجح في الانتقال الديمقراطي نجح وما ما تنساش كونه دائما وبدن معناها لما يموت انسان في الحكم يخلف بعض الارتياح لانه دائما ابدا المواطن ينسب ربما الفشل وينسب وضعياته لمن يحكموه وبالتالي معناها كيكو بار في بعض الاحيان يعني الموت الرجل في السلطه لو لو الرئيس الراحل بورقيبه يوم 7 نوفمبر توفي عبر كونه وقعت اقالته لخلف بعض الارتياح كثير من الحسره والحزن ارتياح لانه كان الناس معناها متشائمه مستقبل تونس وبالتالي مش يزول هكا التشائم هذاك موت يعني الراحل الباجي قائد سبسي مخلف كان الحزن مخلف كان ما خلفش حتى حتى ذره ارتياح مم. بالعكس الناس تفاعلوا معاه والناس معناها خلف كون ومعناها موجه كبيره نتاع تعاطف وموجه كبيره نتاع حزن و ربما ربما اكل بعض أكل الاشياء التي مم. قد يلومها يعني لانه كل السياسه فيها اخفاقات والسياسه فيها يعني انزلاقات والانزلاقات هذيك يسجلها المواطن المواطن ما سجلش حتى في لحظه مم. معناها في لحظه زمنيه نسى كل شيء وقعدت لانها كالاخفاقات وكالزلات البسيطه ليست لها مقومات البقاء ما بقى عنده مقومات البقاء من تاريخ ومن يعني من تاريخ ومن مسيره الباجي قايد سبسي كان المناقب نتاعو كان الاشياء الحقيقيه الجوهريه اللي حققها للشعب التونسي وبالتالي يعني نجم نقولوا كونه في حياته وقع ساعات يعني انا نشوف نقرا نقد كبير لل معناها وساعات تحس كونه في بعض الحالات نقد وتقييم ظالم بعض الشيء لكن بعد الناس كيفاش كان يتعامل هو؟ والله انا في الواقع هذه. انا في الواقع ما كنتش قريب منه من الناحيه هذه انا كنت نرقص يعني مؤسسه هيئه رقبي. كانت عندي عندي هيئه رقابيه كانت عندي به لقاءات يعني مستمره كل ما نطلب اللقاءات معناها المقابله نتاعو كان يقبلني مش حتى, من قبل حتى مش حتى وقت اللي معناها وقع تعييني منذ ثلاث سنوات معاه كرئيس هيئه علي الرقابة الاداريه والماليه برتبه وزير حتى قبل في الواقع من, من 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 اللي شد رئاسه الحكومه أنا يعني كانت عندي مسؤوليات في السابق وثم انتقلت إلى العمل بالمجتمع المدني وقت اللي تجيني فكرة نكتب له ونطلب مقابلته ويقابلني. كان يقابلك. كان يقابلني ما لقيت حتى صعوبة سواء يعني أنا رئيس أهم محاور ما كانت, كانت عندي حتى مسؤولية يعني لا مسؤولية سياسية لا مسؤولية حزبية لا مسؤولية إدارية ما كانت عندي حتى مسؤولية كنت معناه إنسان يحب بلاده ينشط في مجالات اللي هو عنده فيها معناها فائدة وكنت كل ما نجيب ضيف أجنبي نقول له راه نقدمه لك. يقبلوا جبت مره معناها رئيس جمهوريه رومانيا السابق معناها فهمتي بعد الثوره بي 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 له نحبوه نستفادوا من تجربه الانتقال معناها في رومانيا ووقتها استقبلوا بعد كل ما نطلب مقابلته نقابله يعني بعد الحديث و... حول شنو يدور شنو هي النصائح شنو هي اهم محاور الاهتمام اي فكره اي فكره اي برنامج حتى نقابلوا ساعات اللي باش ننظم حتى اللي خارج على صلاحياته حتى يعني. خارج حتى خارج صلاحياته ما تلقى منه كان معناه الدعم وكان وكان راقي جدا في معاملاته وانا اشتغلت معاه ما معناها بعمري ما حسيت بقلق بحمري ما حسيت بضغط كونك معناها تشتغل مع راي الجمهوريه وانت معناها خايف لربما تغلط ولا لا معناها كنت وحتى كل ما نقابله يعني انا بعد موقع عام 2016 وقت اللي كنت وزير مع في حكومه الحبيب الصيد وقت اللي وقع تخلي على بعض الوزراء كنت من بينهم عيت لي هو بعد شهرين قال لي نعرف اللي انتي عندك برنامج نتاع يعني اه اصلاحي ونقدر البرنامج هذاك كان يتبع حتى في العمل الحكومي اه قال لي انا نحب نعطيك الفرصه باش تنفذ باش تجسد ما يمكن ان تجسده من هذا البرنامج وهذه الرؤيه الاصلاحيه اللي عندك بالنسبه للاداره التونسيه والى الرقابه والى التفقد ولا كل المجالات هذه رغم هو رئيس الجمهوريه معنا الباجي قايد سبسي كان يعني اهتماماته السياسيه بالمسائل الكبرى لكن حتى كنت في مسائل الدفاع والو و وتونس زخم كبير ما تخليش رئيس الجمهوريه يهبط الى العمل يعني ال 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 ربما نتاع المؤسسات التقنيه الاصلاحيه لكن رغم ذاك كنت كل كن ما نقدم له تقرير يقول لي اعطيني ديما جزء صغير باش نقراه والتقرير الكبير هذا كما نعدكش باش نقراه كان صريح اول ذكر اول مره وليت انا نقدم له كل ما نقدم له التقرير السنوي نقدم له الملخص ملخص يقول لي هذا مش نقراه وتوصلك الملحوظات نتاعي وكان يقراه وكان يستمع وباهتمام كبير رغم مجالات تقنيه وكان دائما ابدا يلتفت للمستشيرين نتاعو دائما هذه نذكرها ويقول كيفاش نجموا نعاونوه اش نجموا نعاونوه نجم كيفاش نجموا نعاونوه انا فاهم اللي هو يخليك تخدم على روحك رغم المجال نتاعو ما يهموش برشا لانه ويتبع, ويتبع, ويتبع رغم مرتبط بالمسائل الكبرى ومشاغل الدوله ما تخليهوش معناها يلتفت الى مسائل اصلاحات يعني ربما هي من مشمولات الحكومه الا انه كل ما معناها فهمتي نقابله على الاقل ثلاثة أربع مرات معناها في السنة وأي مشروع أي عمل نقوم به كان يهتم به ويخليك تخدم وما يقلقكش بالكل واضح. وعمرك ما تشعر كونه هناك ضغط تحس كونك تتعامل حقيقة مع رجل دولة وإن شاء الله يعني اليوم الأشياء اللي نتمنوها كونه قدم بموته وبطريقة موته والاجماع اللي وقع حوله قدم الكثير لصوره تونس الخارج يعني البلاد ولاعاده ثقه التوانسه ايضا ربما سيغير حتى في الخارطه السياسيه مستقبلا هذا هو هذا يعني تقدمت الرئاسيه على التشريعيه وكل شيء يتبدل يعني لا وهذا وربما سيد سيد هاي هاي لا. وهذا هي تفضل كمل كمل وهذا النقطه ياثر حتى في تقييم التونسي لمهمه رئيس الجمهوريه واليوم يظهر لي بموت الباجي قيس أيه وفهمه حتى سقف أيه طويل وبالتالي ما من وهذا نتمنوه كونه تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية تكون يقودها دائما ابدا شخصية يعني وطنية شخصية تجمع الناس شخصية تعرف إيش معناها الدولة تعرف إيش معناها مقاومات الدولة واللي تهنينا على الأقل خمسة سنوات على الدولة لأن الحكومة هناك تجاذبات وتتغير بموازين القوى في الاحزاب السياسيه وعدد مجالس النواب الا انه مؤسسه رئاسه الجمهوريه رغم كونه الصلوحيات نتاعها محدوده الا انها تنجم تكون مؤسسه مستقره على مستوى الرؤى وعلى مستوى وهذا ما بيناته معنا تجربه خمس سنوات كان مؤسسه الجمهورية مستقره يعني فيها وعليها شفنا كي سيد الرئيس ما وقعش على يعني تنقيح القانون الانتخابي كل شيء وقف كنا نقولوا يعني تغير يمكن حتى في في وفاته تغير كل شيء يعني حتى في المستقبل فما تاثير كبير والله نحب نرجع النقطة الهامه في تكوين شخصيه المرحوم اعتقد انه طريقه ممارسته لمهنه المحاماه هي اللي خلاته يبرز في العمل السياسي من ذلك نعرفه ونرجع الى قضيه 85 تولى الدفاع عن القضيه التونسيه كمحامي، كمحامي لتونس وفعلا ابدع ونعلم ان الحياه المهنيه للاستاذ بدر خالد السبسي مرت بثلاث مراحل، المرحله الاولى وقت الحمايه ثم السبعينات ثم ما بعد 92 الى سنه 2011. بعد 92 الى سنه 2011 رجع الى ممارسه مهنه المحاماه. ولكن في هذه المره رجع الى ممارسه مهنه المحاماه من خلال العمل المكتبي العمل داخل المكتب وكان كثيرا ما يتناول قضايا تحكيميه كان المتخ يعني المتخاصمون يلجؤون اليه في قضايا تحكيميه لماذا؟ لان له كانت له قدره خارقه العاده في تقريب وجهات النظر وازاله فتيل وهذا أو كم فتيل استغلوا في الحياه السياسيه آه هذا استراتيجي التضح التوافق الصوره التضح عندما يعني عين في رئيس حكومه بعد سنه 2011. بعد سنه 2011 وزير اول وقت عند الـ يعني الـ لا وقت رئيس تبدل تبدل الفتره الاولى مازالوا بعد اي فك الفتره هذيك فك الفتره هذيك فم الوضع في تونس فهم كونه تونس ما تنجمش تخرج بالرغم من الوضع الامني الهش والوضع السياسي يعني الهش وما الى ذلك فهم كونه تونس ما تنجم تخرج الا بالتوافق بالتوافق وهذا و... وهذا اللي مشالو وهذا اللي سعاله ما عادش برشا وقت سيد العميد ابراهيم إيه. بودربالة شكرا ليك سيد كمال العيادي رئيس الهيئه العليا للرقابه برئاسه الجمهوريه شكرا ليك وكما كان يقول السيد سمير الشفي وراضي الجريبي ان شاء الله مستقبل تونس الان بين ايادي امينه و خافوا عادش نخافوا على الانتقال الديمقراطي كلمه في تلفين ثاني. ان شاء الله السياسيين والفاعلين السياسيين في المستقبل يفهموا الرساله اللي تركها الاستاذ الباجي قايد السبسي. اذا كان فهموها راي تونس سوف تصل الى شاطئ السلامه. اذا كان ما فهموهاش لا قدر الله يجب ان نحتاط لذلك. شكرا لك بعد شويه باش نستقبلوا سيدة وداد بوشماوي رئيس منظمه الاعراف سابقا باش نكملوا نشوفوا معها نجمعوا معاها شهادات كيفاش عاشت مع الحوار الوطني وجائزه نوبل للسلام وغيرها من المواقف اللي جمعتها بالراحل الباجي قيد السبسي لكن نشوفوا في تي ثم نعود في كلمة تأبينه الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قيد السبسي قال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح انه جاء يقاسم تونس باسم الجزائر المصابه والالم في فقد رجل اعتبر رحيله خساره للجزائر والعرب والمسلمين ومحبي السلام عبر العالم مؤكدا حرص الفقيد خلال نقاشاتهما الاخيره على بناء الوطن والدفاع عنه وعن الاشقاء العرب ومعبرا عن ثقته في الشعب التونسي الذي انجب امثال قائد سبسي ليواصل المسير على خطاه وخطى رجالات البلاد. نقف وكلنا احترام وتقدير. نقف لكي نترحم عليه ونتمنى للعائله وللشعب التونسي الصبر لتجاوز هذا الامتحان. اما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد افاد في كلمته ان الراحل قائد وزعيم فقدته الامتان العربيه والاسلاميه كما تونس حفظ بلاده في احلك الظروف وخلف بورقيبه في رياده الواقعيه السياسيه المعاصره وفي استضافه الفلسطينيين اننا على ثقه بان هذا الشعب الشقيق سوف يحافظ على الارث الوطني الكبير الذي أرساه الزعيمان الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وبعد تعزية أسرة الراحل والشعب التونسي ذكر بما بذله الرجل الذي وصفه بأحد عظماء تونس المعاصرة ما بذله من جهد دؤوب لخدمة بلاده على امتداد فترات سياسية طويلة ومتعاقبة لافتا إلى مرونته الدبلوماسية المدهشة تتشكل شخصية بديعة ذات ملامح ومكونات متكاملة توجت بكاريزما ذاتية وحضور لافت لا يختلف في جدارتها وأهليتها أحد رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا شدد هو الآخر على أن الراحل كان رجلا عظيما <applause> فلينعم بالراحة الأبدية وبطلب الرحمة له من كل الرجال والنساء الصالحين أما الرئيس المالطي جورج فيلا فقد ذكر بأن الفقيد الأستاذ محمد الباجي قيد السبسي تراس تونس بعد انتخابات ديمقراطية وأنه أعطى كل ما في وسعه لتونس حتى الرمق الأخير <applause> اليوم خسر العالم وخاصة منطقة البحر المتوسط رجل دولة كبيرة ستبقى ذكراه معنا دوما الملك الإسباني فيليب السادس الذي عبر عن دعم بلاده الدائم تونس قال إنه جاء يتقاسم باسم التاج الملكي والشعب والدولة الإسبانية مصاب التونسيين في فقد رجل دولة عظيم ترك بصمات تضحياته والتزامه الوطنيين ولعب دورا فارقا في مساري الديمقراطية والنمو في تونس خلال سنوات الانتقال الديمقراطي سنوات مليئة بالتحديات نجح الراحل في مواجهتها أما رئيس الفرنسي مانويل ماكرون فقد وقف وهو يؤبن الراحل عند أيامه الأخيرة وما اثبت فيها من القوه والصلابه وعند عزه التونسيين الذين سندوا رئيسهم حتى رمقه الاخير ورافقوا رحيله مذكرا بمسيره الفقيده السياسيه الزاخره بالمسؤوليات الجسيمه وزيرا وسفيرا ونائبا ورئيس حكومه فرئيس دوله مشددا على التزامه بالانفتاح الانساني وبالحقوق والحريات <applause> لقد كان لكم رئيس عظيم عظيم جدا عرف كيف يحافظ على حكمة <applause> سنوات الخبرة <applause> المتراكمة وشباب لا يقهر شيء هذه كانت بعض شهادات وكلمات لرؤساء الدول في موكب تأبين الراحل الباجي قايد السبسي سيدة وداد بوشماوي أهم ما جاء فيه يعني خلينا نكون الكلمة المفاتيح أو الجملة المفتاح هي لعب دورا فاعلا فارقا وفاعلا في المسار الديمقراطي وانت عشت الحوار الوطني يعني وصلنا لجائزة نوبل الأداب بعد عناء شديد صحيح. شوف هي فرصه باش نزيد ترحمنا انا على السيد رئيس الجمهوريه السابق سيد باجي قايد سبسي اللي فقدته تونس كامله يعني مش عائلته فقط لكن كل تونسيات وتونسيين كان له دور فارق لانه عمل ليكليبر في 2013 جايز نوبل نوبل السلام. السلام وكذلك هو كان يعني عنصر محوري في الحوار الوطني كان معناه عنده دور هام في الحوار الوطني لانه كان يسمع <applause> كان يسأل وكان كيف كيف يفكر شو في القرار وكنا احنا انا وزملائي في الحوار الوطني وقت يصير معناها اه مشكله ولا نقاوش حل في مش نزحزحوا معناها <applause> نقدموا في في الحلول اه نعيطوا لرؤساء الاحزاب وكان سيد الرئيس كان يجي حتى ساعات متاخره اه ساعات يجينا معنا يبقى ساعات طويله معنا أه، والحقيقة أه، كان عنده دور أنا نقول يعني رئيسي في نجاح الحوار الوطني بطبيعة الحال مع الزملاء الآخرين رؤساء الأحزاب أه، لكن هو أه، بصفته كان رأس حزب معناه جديد وحزب عنده ذا مكانته أه، فقدناه تونس كاملة لكن كذلك عنده دوره في الحو... في جائزة نوبل لأنه هو اللي وقع الرسالة اللي أه، تقدمت لكوميتي نوبل آه اذا نقول جائزه نوبل نتقسموها احنا كرباع لكن سيد رئيس الجمهوريه كان هو له دور فعال في آه في هذا آه وكان وي... شد صحيح رغم تعثر يعني الحوار كل مره كنتوا تعملوا كونفيرونس ندوه تقولوا لا ما وصلنا لحد شيء صحيح يعني تعرف اللي هو في اشكاليه كل وقت في اختيار رئيس الحكومه كان يعني تعثر كبير جدا نعم جلسات طويله وطويله جدا بدون الوجود الحل ولا تبقى ديما معناها في نفس نفس المكان بين زوز اشخاص وقتها كانوا معناها ما صارش فيه معناها اخذ القرار لكننا نتفكر وقت اللي اقترحنا احنا اسم قال انا ما نعرفوش لكن انا عندي ثقه فيكم وثقه في القرار نتاعكم كي يبدا معناه المنظمتين الكبير الكبار في تونس واخذين موافقين. موافقين انا نجم كاش نوافق وهذا انا أقول يحسب له لانه وقتها باش تقدمت الامور اذا معناه هو وشخصيه الحقيقه يلقى الكلمه المناسبه معناها في الوقت الصعيب يلقاها الكلمه المناسبه آه ويسمع يسمع يسمع برشا معناها هذيك اللي انا وساعات كبدا هكا ازما نكلمه سيد الرئيس يجاوب بالتليفون آه يجي يجي معناها صراحه ما عندوش هذاك البروتوكول معناها حتى رئيس حزب باش يتنقل باش يجي وباش يسمع وباش يحاول خاطر هو بيدو كان مشهور بالوضع الوقت في تونس وكان كيف كيف من معناها وإذا بينا نتقدموا لان الشعب التونسي كان على احر من الجمر لايجاد حلول لانقاذ تونس وكان عنده موقف يعني انا نقول كبير خاصه في لمسات النقاش على الدستور وقتها في الاخذ والرد وكل كان كيف كيف عنده موقف في عصام اعتصام الرحيل كذلك معناها انا نقول لعب دور والتاريخ سي معناها يتذكر الدور اللي قام به الرئيس في واللي وصلنا الان في في متانه المؤسسات الدستوريه صحيح. صحيح. اللي وصلنا لها تو هو ذكر حاجه يكون تحسب للشعب التونسي اللي كل ما صار, صار يعني بطريقه سلسه يعني حتى يوم الوفاه في وقت احنا صعيب علينا وحسينا بالالم لكن الدوله بقات الدوله بقات ومؤسسه الدوله بقات وقع معناها التواصل العمل وقاعدين توي ان شاء الله نحافظوا نحافظ على الدستور مم. ما جاء في الدستور لمواصلة المشوار هذا كل يحسب لتونس في ديمقراطيه ناشئه في مم. شعب معناها يحب يقدم ويحافظ خاصة يحافظ مم. على الدستور نتاعه على قوانين البلاد نتاعه. نجم نقولوا توا ما عادش نخافوا من المستقبل. أنا احنا عمرنا ما خفنا في مم. تونس. صراحة في كل فترة تسعيبة ما في فترة ما فما تشكيك حتى في المسار الديمقراطي ولا. حتى في الانتقال الديمقراطي في أنا عمري شكيت فيها بصفة خاصة لأننا نعرف معناها وعي المواطن التونسي انفتاح بلادنا لكن الحمد احنا عندنا بطبيعه الحال بخلاف المؤسسات عندنا مجتمع مدني قوي، مجتمع مدني اللي هو موجود هو يكون معناها يحمي ال يحمي الدستور يحمي القوانين في البلاد ما تخافش عليهم ما تنساش كيف كيف دور المراه التونسيه اللي هو ممتاز وانا سيد الرئيس هي ما نجمش نحكي عليه بدون ذكر موقفه واحترامه وتقديره المرأة و ودي ما يقولها مليون و الف معناها تقريبا امراه انتخبتني هذا يعني آه حاجه ماهيش قليله آه و... وحاول بكل ما اوتي بجهد باش يزيد يقوي معناها مكانه المراه لكن آه تمشي الرياح بما تشتهي السحفون معناها حتى القانون اللي حب مازال ما مصارش. لكن انا اقول صراحه دوره الريادي وكانت عنده شجاعه باش مواقف صعيبه في وقت صعيب. وكما كنت نسال قبل يعني في ظرف وجيز ثلاثة ايام تقريبا المعادله في تونس انقلبت. يعني ربما اللي كنت نقول انا شك ولا يقين في مؤسستنا الديمقراطيه المسار الانتخابي كله تبدل يعني حتى الحاجه اللي كان هو حبها للرئاسيه قبل التشريعيه صارت يعني نعاود نقول نفس الشيء حتى لو كان واحد يحلم باش تصير هالحكايه هالأحداث هذه وتتشابك مع بعضها توصلنا لهال النتيجه هذه كان صعب حتى في الحلم صعب لكن قدرنا صار هو خاطر ديما هو كان ديما كانت هو هذيك الامنيه نتاعو ديما تكون رئاسيه بعد تصير تشريعيه معناها لكن صارت بعد ما ماتوا اذا توقع ما هي مش توقعات لكن انا نقول رأي نتاعو كان يمكن تعرف خبره كبيره في السياسه وعنده معناها ديما يمكن ساعات اللي عنده خبره ينجم يكون تفسير قرار نتاعو ديما يكون ممتاز لكن ديما نعاود ناكد انا راهو اللي صاير اليوم هو رانا في الطريق الصحيح تونس ماشي في الطريق الصحيح في المسار الديمقراطي والانتقال معنا الديمقراطي السلس في تونس وهذا الحقيقة الناس كل شفنا احنا في الايامات هذيا معناها قلت بخلاف الحزن بتاعنا والالم بتاعنا م. لفراقه نحسوا اللي تونس توحدت وهذايا يجعلنا ديما نظن معناها نامنوا اللي تونس قدة ربي تكون ديما متقدمه م. وتكون متوحده لان فيها ناس تامن انه راهو ديمقراطيه حاجه ممتازه ومستحيل معناها نتراجعوا على الديمقراطيه نتاعنا ومستحيل معناها نرجعوا الى الوراء. وانت كنت ديما يعني تقابلوا احيانا وساعات ديما يعني كيفاش كان اللقاء والله أنا نقولها ديما أنا الحقيقة أنا فقدت والدي سنوات لكن أه الإحساس اللي حسيت به لما معناها أه سمعت بالخبر كأنه والدي توفى مرة ثانية <applause> أنا فين نحسو ونظرته وحنه في مقام الوالد طريقته التعامل مع تعامل يتعامل مع الوالد وكان صراحة ديما في المسائل معناها الإقتصادية وقتي حتى في اجتماعات ولا في سفريات خارج الوطن في لقاءات معناها أه على حكيت موضوع اقتصادي ديما يقول معايا مدام معانا آه بيداد معانا معناها احنا مش نعطيها الكلمه هي باش تتكلم وانا ديما فخور باش يقدم مراه معناها كام امراه في تونس تحصل على جائز نوبل فكان ديما يعني ديما يقدم ويقول يقول انا سيد رئيس يقول لي انت تقدم احنا راني ديما فخور بالمراه وكان حتى في الاقتصاد صراحه معناها ساعات انا نتعجب يعطيك الارقام الصحيحه معناها تبارك الله عنده يعني ذاكره ممتازه وكان معناها هذه هذه نفس الملاحظه نتاع السيده راضية جريبي كان يعني في الارقام انا اللي اكثر معناها في الارقام تو طيب يعطيك معناها التحاليل الدقيقه والمفصله وحتى كي مع اجتماع رغم تكوينه السياسي هو اي تكوينه السياسي لكن عنده تبارك الله معناها ذاكره وعنده فطنه باش يشد الارقام مش الارقام للارقام يعني التفسير بتاعهم معناها ساعات انا نقول معناها عمل تكوين اقتصادي اكثر وحتى كي تحكيو معاه وكل معناها ما مي ياخذش اوراق معناها يبقى با دي نوت يسمع وبعد ذلك بيان سور يعاود تفكر انا ام وقت اللي برا استقبلنا في الاتحاد مدام كريستين لاغارت وقتها كانت المديره العامه لصندوق النقد الدولي ف قالوا له انت تكلم قبل من قال لي قد تكلم هي تكلموا انتوما تكلمت انا وتكلم وبعد ذلك قال انا باش نتكلم في الاخر ومعناها وحتى حضروا له يعني ديسكور ما حبش ياخذوا عمل معناها ان ريزومي على شنو اللي صار الكل بالارقام يعني الناس كل في القاعه وهي مدام لقاعد يعني انبهرت بي آه قال انا كي تسمع نسمعكم انتم تحكوا انا وقتها باش نكون النص نتاع الديسكور نتاعي ولكن كان حاجه اقتصاديه ماهيش معناها سياسيا. نتاع مختصين يعني في الاقتصاد. ايه فكان يعني متميز اما كان متميز وكلنا نبهروا وحاجه اخرى حتى في اللغات نتفكر مره وقت مشينا في في ستوكهولم كان اه تقابلنا مع مجموعه معنا من اصحاب المؤسسات وصارت هي الاجتماع الكل كان باللغه الانجليزيه وجابوا له مترجمه وكانت من احسن المترجمات يحكوا عليها في في الوقت والرؤساء يجيو الرؤساء يجيبوها حاضره فهو قال كلام بالفرنسيه وهي ترجمت لما ترجمت الكلمه بالانجليزيه قالتها غلطه صلحها يعني صحيح كلام يعني تعرف معناها الكل قلنا كيفاش يقول ديما انا ما نتكلمش مليح الانجليزيه لكن صراحه صلحها باش قالت الكلمه المعنى الصحيح اللي هو كان يقصده في, يقصده في الكلام يعني حتى اصحاب المؤسسات كانوا من اكبر مجامعات السويديه وقتها انبهروا قالوا هاكم السيد الرئيس هاك تكلم بالانجليزيه قال انا نفهم لكن معناها ما نتكلمهاش بطلاقه لكن يفهمها معناها وكانت عنده برشا ناس حكيوا عليه هي النكته الحاضره أي. والكلمه الحاضره أي. خلينا نشوفوا كان حضار الفيتيير نتاع هو علاقه الحكم بالحجامه قال قديم كان عنا نشوفوهم بعد نرجع نعلقوا عليه تفضل أنا عمرنا ما صار شيء في الأمور هذه ونقول لكم حاجة خلينا نفرهدوا شوية الشيخ راشد ربي يعطيه الصحة احنا ولينا احباب ياسر ف... طيب. طيب. اول ما أسمع بيا تسميت قال انا خرجوه من الارشيف نتاع البيات نتاع بورقيبه وعنده الحق صحيح لأنك يبدينا بدينا كي بدين الاستقلال بدين انا بديت مع الاستقلال شو انا أجل. شكون كان ثم رئيس الدوله البي ورئيس الحكومه بورقيبه وانا خدمت معاهم ستة 16 شهر قد بالضبط عام واربع اشهر بحيث الوقت اللي قال خرج من الارشيف نتاع البي ونتاع بورقيبه صحيح وما ينكر نسبته الكلب وهو لو كان يقراوا مليح الكتاب نتاع أحمد بن أبي ضياف أصحاف أهل الزمان لأخبار ملوك تونس وعهد الأمان يلقاو جدي من الأصل وهو زاد من قبل اللي تخلق البي من ثلاث قرون لكن ثم شكون خدم مع البي في باردو في قصر باردو ثم شكون في قصر الطبجيه معناها مش كيف كيف أحنا صحيح لكن ما لكن باش نحكيو علاش على جبنا على البي لأن البيات هذوما قلت واحد يقول لي بيا يعمل لحية مش لحية هابطة وطايحة كذا، لحية مضبوطة وكل يوم يجي الحجام يقولوا باش يتحفلوا اللحية تاع ملاقة ويشي في حكاية الحجامة والحكم من قبل راهو اي <applause> 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 <متحفلوا وليم. تصفيق> في علاقة جدلية يعني ما بين الحجامة هذا <applause> عاد الحجام يجي كل مصباح عمل له هكا الحجام له هو وصل له الموت لهنا وقال له يا سيدنا علاش انتم البيات ما تعطيوش بناتكم الحجامة قال له يا ولدي لا خطبونا ولا اعتنا بحيث لا خطبونا ولا اعتنا وقعدنا علاقاتنا طيبة وقلنا لا ولا قلنا إيه ولا ولهذا لكن العلاقة أمثل من هذا كان هذا مقتطف يعني من ندوة صحفية وقت تسليم الحكم الحمادي الجبالي في 2011 يعني النكتة حاضرة حتى في وضع سياسي ربما معقد ولا فما إشكال كان يخرج منه بنكتة ديما ديما ديمة ديمة معناها هو اللي كانت يلقى معناها الكلمه المناسبه في وقت مناسب معناها حتى يبدا طونسيون في الاجتماعات ولا في اي حاجه يقولها بطريقه يخلي العباد معناها تولي اكثر معناها مرتاحه اكثر شوف الخبره راهو ما شاء الله عليه سعى ولا يحفظ برشا قران معناها ديما يعطي الصور القرانيه مم. اللي والايات اللي هما يأكدوا على المعنى ثاني حاجه شعبي. عنده ابيات شعر امثله شعبيه عنده درايه كبيره عنده ثقافه كبيره مش اي القلوراش شخص معناها عنده القدرات في يقول هذايا اذا حتى معناها باللغه العربيه يعني واللغه الخطاب الفرنسيه الخطاب يتفرهد شويه الخطاب أيه قريب من الوطن اي قريب من أيه أيه <applause> حتى في اجتماعات انا حضرت معاه معناها في اجتماعات رسميه وكل ديما عنده معناها الكلمه المناسبه نشوفوها احنا نتفكر مره ما عادش في اجتماع وقتها كان بشي يتكلموا باللغه الفرنسيه وقت شاف رئيس بلد معين يتكلم باللغة متاعه هو يتكلم بالعربية معناها ديما يلقى الحل ديما يلقى الحل. أس... أه... يلقى... ديما يلقى الحل سويسري ديما يلقى الحل باش يتكلم مع... معناها باش يعطي ال... ال... آه... ال... اللي يخلي معناها معناها التونسيون تهبط في, الاجتماعات ولكن بطريقة العباد تقعد تسمع فيه مم. ساعات خاطر تعرف الانسان يبدأ اجتماعات وخطابات مم. تقلق تسمع مم. لكن هو مستحيل يعني ان نقول كان مره في ولكن شو قال في والصحفيه قال خلينا نفرهدوا شويه اي حتى معناها تو شوف الندوه هذي ثم التسليم معناها كان هو رئيس حكومه باش يسلم الحكم معناها يقول انسان باش يتاثر معناها اللي باش يغادر المنصب هذيك وما كان هذيك اللي هو قال بطريقه يعني اللي خلى حتى الوزراء المغادرين يحسوا اكثر رياحيه معناها ويحسوا براحه اللي هما في في جو اكثر ومعناها مرتاح وهذه هذه يعني خاصيه راه مش كل انسان نجم تكون عنده آه المعاني هذه وتكون عنده القدره هذه باش نجم يكيف مم. الجو العام ولا نجم يقنع زاده بكلامه هذه طريقه معناها انا نقول لازم برشا درايه برشا ثقافه ويتميز بها الراحل الباشي قايد السبسي السيده وداد بوشماوي الرئيسه السابقه لاتحاد اعراف شكرا لك الله يخليك والله يرحمه مره اخرى الله يرحمه وينعم ويصبر عائلته الى هنا ناتي الى ختام الملف الخاص برحيل الرئيس الباجي قائد السبسي او كما يسموه التوانسه البجبوج الى اللقاء